اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنتكلم النهارده ان شاء الله في تاني حصه في دورتنا السنه دي 2015. اتكلمنا قبل كده كان مجمل سريعا كده حاجات بسيطه على اتكلمنا عن بعض امر الاوتوكاد سريعا، بس ما كناش تعمقنا شويه، كنا واقفين بالظبط عند امر فلتر اللي ما كناش كملناه، اللي كنا قاعدين نختار بيه مين الابواب دي ونحذفها، مش كده؟ طيب تعال نشوف الكلام ده تاني هنعمله ازاي ونركز مع بعض. لو دوست امر فلتر اللي هو اختصاره اف اي، فلتر ده اللي هو عندي في المذكره في الصفحه دي كده، ادي امر فلتر اهو، ده بالنسبه لي امر فلتر اهو يا جماعه اللي هو اختصاره مين؟ اف اي. اروح طالع على برنامج تاني، هروح كاتب اف اي زي ما اتفقنا وادوس مسطره. حلو الكلام؟ كل اللي هعمله هنا اقول له مين؟ اد سيلكت اوبجكت، واروح مختار الباب. اداني حاجات خاصه بالباب مش كده؟ قلنا لو سبتها زي ما هي ودوست ابلاي وطلعت واخترت ده كده على بعضه هيروح مديني مين؟ راح مديني الباب ده. بس اللي خلاه عمل الحركه دي ايه؟ انه لما بيجي يختار هنا حاليا اختار طبقا للبروبرتيز الخاصه بمين؟ بالباب ده. تمام؟ خلاص يا جماعه؟ اللي خلاه عمل كده فلتر ان الحاجات اللي كان بيختار بيها الباب دلوقتي من شويه كانت خاصه بمين؟ كبروبرتيز سبيشال شويه بمين؟ بالباب ده. واضح الكلام؟ طب انا عشان اختار الباب ده واللي زيه هعمل ايه؟ هروح شايل بقى الحاجات اللي خاصه بيه اللي هي زي مين؟ بلوك بوزيشن، المكان، روتيشن، النورمال فيكتور. كده بقى لما يجي يختار هيختار انهي؟ هيختار اي اوبجكت نوعه؟ بلوك اللي هو من اللاير كذا، اللي هو من اللاين تايب كذا. خلي بالك في حته هنا بقى ممكن تبقى مشكله برضه، اللي هي بلوك نيم، اسم البلوك. ممكن يكون في بلوكات اسمها مختلفه، فاهمين معايا؟ وادي الكلر بتاعه اهو. طب كلام جميل، قول له اوكي واطلع وارجع اختار تاني. اه فعلا عمل المشكله اهي، اختار كل البيبان مين؟ اختار ده وده وده بس. طب باقي البيبان ما جابهاش، ده اوتوماتيك اكيد بقى، اكيد البلوك نيم دي عملت مشكله. طب لو شلت دي وقلت دوست ديليت وقلت ديليت كده بقى لما يختار طبقا الاربعه دول بس. لو قلت له ابلاي بقى يا فندم وقلت له زوم ومسطره كده اوتوماتيك اختار مين؟ اختار جميع البيبان اللي في البلان، صح ولا انا غلطان؟ كل اللي عمله هي كليكايه واحده على ديليت، حذف كل البيبان. فهمتوا حاجه؟ ما بيست الامر ده في ايه بقى؟ ميزته لو واحد محترم معماري لسه متخرج واشتغل في مكتب وراح جاي واخد اللوحه بالكامل عمل دي كده المحاور، بص خد الخط ده كده وراح مديله لون احمر وراح هنا مديله داش وليكن، او لا خليه سنتر 2 كامل. كان دي محاور، كلام جميل؟ الله ينور عليك، خد دي كده اهي وكمل دي اهي، ادي محاور اهي. حلو الكلام يا جماعه؟ خد خط تاني كده اهو وراح عامل ماتش من دال ده وبدا ياخد دي كده، وادي المحاور صح؟ بدا يرسم خطوط وليكن بالشكل ده كده اهي، ادي دي خطوط وراح جاي عامل خطوط تانيه كده اهي، بس خد الخطين دول اداهم مثلا داش وراح مديهم هنا اصفر. انتوا معايا فاهمين قصدي ايه؟ وراح عامل خطين كمان اهم، ادي ده وده، وخد ده وليكن وده اهو، راح مديهم ابيض او خلينا نقول اخضر. حلو الكلام ده؟ معناه بقى انه عمل ايه؟ حط اللوحه كلها في لير واحده. طب انا بقى لما اجي اختار المحاور دي لوحدها دلوقتي هعمل ايه؟ اجي ادوس على لير ايزوليت، ما انا انت عارف لير ايزوليت مش كده؟ ضغطت على لير ايزوليت، ضغطت لير ايزوليت رحت مختار مين المحاور، وجيت اختار دوست مسطره جاب لي المجموعه كلها على بعضها تاني. ليه؟ لان كلهم لير واحده والامر في الاساس اسمه لير ايزوليت. يبقى لما بيجي يختار بيختار باللير على بعضها. انما انا عايز بقى سبيشال سيلكشن. سبيشال سيلكشن يبقى عن طريق مين بقى؟ الفلتر. واضح كلامي ايه؟ طب عشان اختار الخطوط دي هعمل ايه؟ يبقى فلتر اف اي. ركز بقى عشان هشرحه تاني بقى. رحت داس مسطره. الفلتر انا كنت جايب حاجات قديمه. عايز اجيب على جديد وبقى على نضيف بقى، اروح قايل له على مين؟ كلير ليست، نضف لي الشاشه اللي كانت موجوده. اروح قايل له مين؟ اد سيلكت اوبجكت، واروح مختار محور من المحاور. اهم حاجه في الاختيار ان انا هشيل له اول حاجه مين؟ الستارت والاند واللاين اند اهي صح؟ والنورمال مين؟ والنورمال فيكتور. كده لما يجي يختار هيختار اي حاجه ناحيه كاوبجكت لاين هي من اللاير دي اللي هي كذا. بص بقى اهم حاجه دول اللي هو الكلر كذا والنوع اللاين سنتر 2. اروح قايل له ابلاي واطلع اختار بالمنظر ده. المفروض انه هيختار الخطوط كلها. معلش هتعمل معاك عشان بس الشاشه.
لو جيت اخترت اي خط تاني وليكن ده كده اهو، هاجي اشيل دي ودي ودي، هقول له ابلاي واطلع اختار كده. عمل ايه يا جماعه؟ اختار لي دول بس، اخدهم بقى واديهم في اي لير تانيه في اي نظام تاني. يبقى انا كده فهمت احل المشكله دي ازاي. واضح كلامي؟ طب معلش، ايه رايكم لو جيت سريعا رحت عامل كذا مستطيل هنا هم كمان؟ مستطيل الاسطرات دي لونها ايه؟ سيان برضو زي دول لبني صح؟ اروح قايل له اف اي تاني، مش هم واخد نفس الاختيار، اروح قايل له ابلاي. طبعا وانا مغمض طالع اختار كده وحاطط في اعتبار انه هيختار دول برضو مع الخطوط، فوجئت انه اختار خطوط بس. ليه بقى يا فندم؟ ارجع بص على البروبرتيز اللي موجوده جواه. كاوبجكت مختار مين؟ لاين. المستطيلات بولي لاين. يبقى انا عايز يختار اللون كله على بعضه، اروح شايل له الاوبجكت او البروبرتي اللي هي مين؟ اللي هي اللاين. اروح دي اس دي دي بس، اروح قايل له ابلاي، اطلع اختار، اختار كل اللون السياني اللي كان موجود. فهمتوا حاجه؟ الامر ده بصراحه بالنسبه لي شخصيا هو انضف امر في الاوتوكاد. معايا كده خلاص؟ طب كلام جميل. تعالى بقى نتكلم بعد كده في البين اساينمنت، اتكلمنا فيها ولا ما اتكلمناش؟ التخانات. يعني ايه التخانات؟ باشمهندس انا لما اجي اشتغل بقى، عشان انا معاك صريح، هنشتغل بقى على ان احنا عندنا حاجه اسمها مين؟ بين اساينمنت. يعني ايه بين اساينمنت؟ تخانات خطوط. ما ينفعش اطبع اولا رحت الوان، رحت الوان دي فيتا ميستيك، مستحيل تلاقي اي مكتب عربي يطبع الوان الا اذا كانت لوح بقى فوتوشوب، انما كاد لا، لسبب بسيط. انا لما اعمل لوحه الوان الباك جراوند بتاعتي وايت، الباك جراوند بيضة صح؟ لما ارسم عليها خطوط صفراء وخطوط خضراء هتبان اللي بيجي راجع ولا هيشوف حاجه. يبقى لما اجي اطبع دايما بحاجه اسمها مين؟ بين اساينمنت. يعني ايه بين اساينمنت؟ تخانات خطوط. كنا خدنا في الكليه السنون 2H و2B و HB والكلام ده، والكل خط تخانه صح؟ تمام. انا بقى لما اجي اشتغل عندي كام لون اساسي بشتغل بيهم؟ السبع الوان دول، 7 كالرز دول. السبع كالرز دول كل واحد فيهم بعمل بيه حاجه. طب البين اساينمنت دي جايه منين؟ دي شغل مكتب، كل مكتب له بين اساينمنت مختلف عن التاني، بس مش هينفع تفترض نفسك عليهم، يعني تفرض نفسك عليهم ده مش هينفع. فاهمين معايا قصدي ايه؟ فانا بعلمك دي بين اساينمنت اللي انا شغال فيها مكتبنا. ممتازه جدا، يمكن افضل بين اساينمنت شفتها، لان انا شفت بين اساينمنت الا ما شاء الله، دي كانت افضل حاجه في الطباعه. واضح الكلام؟ طب ركز معايا بقى. اول حاجه اللون الاحمر. لما اجي ارسم حاجه باللون الاحمر، ايه اللي هرسمه في اللوحه باللون الاحمر؟ ثلاث حاجات رئيسيه. المحاول، لان انا عايز المحاول تبقى خفيفه، فالاحمر عندي هيبقى لونه خفيف، يبقى هعمل المحاول. حلو الكلام؟ هعمل ايه كمان؟ هعمل الهاتش اللي هيبقى جوه الاعمده لونه احمر. طب لو عندي فراغ ككروس، فراغ يا جماعه منور سكاي لايت، بيتعين برضه لونه عندي مين؟ احمر بالمنظر ده. واضح كلامي؟ طيب يبقى ده بالنسبه للاحمر، لانك لو جيت تبص على الاحمر كلاين ويت هنا هتلاقيه اقل حاجه، دي بوينت 15 هتطلع بسكيل كام؟ 51. طب هتطلع بسكيل 100 بوينت 1. فهمت انا قصدي؟ انا ما فهمتوش. وضحت؟ طب يا ليه تاني برضه في التخانات الموف اللي هو اللون ده؟ ده برضه خفيف زي الاحمر. ده بعمل بيه بقى مين؟ ده بعمل بيه خطوط الدايمنشن. مش دي دايمنشن كده يا جماعه اهي؟ الخط بتاع الدايمنشن ده هيتعمل معايا نعمل لونه مين؟ لونه موف. واضح كلامي؟ طب لما اجي اعمل اشاور على تفصيله حديد او اشاور على حاجه، بشاور كده بقول ان دي كذا. لما اجي اشاور على حاجه بخط، الخط ده بيكون برضه لونه مين؟ لونه موف عندي. فهمتوا معايا قصدي ايه؟ طب لما اجي اعمل اي تكست في اللوحه، اي كتابه، اي كتابه اوتوماتيك بيكون لونها اخضر. يبقى الاخضر ده انا بعمل بيه الكتابات، وبعمل بيه مين؟ خطوط السلالم. مش ده سلم اهو؟ السلم بيتعمل عندي دايما داش واخضر. ليه داش؟ هنفهم كمان شويه. معايا؟ اتفقنا خلاص؟ وضحت الجزئيه دي؟ تمام. طب لما اجي اعمل اي خرسانه مسلحه ما دون الاعمده، اي خرسانه مسلحه لونها ابيض، يعني هعمل خط هيعبر عن كاميرا، هيعبر عن سميلي، هيعبر عن بلاطه، هيعبر عن لبشه مسلحه، كل الكلام ده بيتعمل لونه مين؟ ابيض. واضح الكلام؟ لكن العمود، العمود بقى اتقل خط فيهم كلهم. ارجع بقى للبين اساينمنت تاني واتفرج، هتلاقي البين اساينمنت اللون السيان اللي هو اللبني ده كام يا جماعه كبين اساينمنت؟ 0.7 لو هطبع بسكيل 1 تو 50، او لو هطبع بسكيل 1 تو 100 صح؟ 100. مفهوم الكلام ده؟ يبقى ده هنا كام؟ 0.7، لكن ده 0.5. ده اتقل حاجه. ده بعمل بيه بقى مين بقى السيان ده؟ بعمل بيه حاجتين رئيسيين، او ثلاث حاجات بمعنى اصح. لو هعمل اطار جدول خارجي، اطار الجدول بيكون دايما عندي تقيل من بره. لو هرسم بيه كروس سيكشن،
كتفصيله حديد ديتيل. لو هعمل ديتيلز فين في حديد عمود زي ده، بروح عامل الكروس سكشن من بره لونه سيان. انتوا معايا كده خلاص؟ تمام. لو هرسم بيه الاعمده في اللوحه يبقى الاعمده بالكامل عندي لونها مين؟ سيان. هنفهم الكلام ده على اخر الحصه. هطبع لك لوحه تحس ان اللوحه بتنطق كده لوحدها، بتقول لك انا اهو لوحه. معايا يا جماعه؟ تمام. طب الاصفر بقى، اللون الاصفر ما هو ده اللي فاضل عندي لسه. الاصفر ده بعمل بيه بقى مين؟ الاصفر ده بعمل بيه تفاصيل الحديد جوه القطاعات. هو عليكم السلام، ودي مش جوه الكنات يا جماعه اهي، وده الاسياخ. الاصفر بعمل بيه الكلام ده. واضح كلامي خلاص؟ يبقى الاصفر بتعمل بيه تفاصيل الحديد جوه مين؟ جوه القطاعات. الاصفر بعمل بيه حد الخرسانة عادية، سواء كانت في قطاع او سواء كانت في مين؟ في بلان. ما هو الخطين دول كده، ما دي اللبشه يا جماعه، دي لوحه اللبشه. كان دي ريتيلنج وول، حته السانده. كان ده كده اخر المسلحه، ده كده كان اخر العاديه. بين القطاع ده هنا اهو، ان دي ريتيلنج وول اللي هي الرأسيه دي. انت معايا كده خلاص؟ ودي اللبشه المسلحه، ودي الخرسانه العاديه. طيب الازرق ما اتكلمتش فيه. الازرق بعمل بيه بقى مين؟ اي سيخ حديد هحطه في اللوحه بيتعمل ازرق. اي سيخ حديد بيتحط في اللوحه بيتعمل لونه ايه يا جماعه؟ ازرق. فهمتوا معانا قصدي ايه؟ دي البين اساينمنت بتاعتي بقى. طب تعالى، هي مش دي اللوحه بتاعتك؟ حلو الكلام. هل انت دلوقتي بقى، دلوقتي لما تيجي تشتغل، مش المفترض ان دي الاعمده؟ هو المعماري كان عامل الاعمده لونها ايه؟ ازرق. لا انا عايز اخلي لونها مين؟ سيان. ما انا بعمل لوحتي بقى. بص انا عايز احول دي بقدره قادر لدي لوحه اختي دي عشان ابدا اشتغل عليها والراجل ينفذ. فهعمل ايه بقى؟ هروح مختار لير مين؟ الاعمده من هنا، ولا انتوا مش معايا؟ هروح عامل لير ايزوليت على مين؟ على العمود. ولير ايزوليت برضو على مين؟ على العمود اللي في اللوحه دي اخوه، لان انا عايز اعمل ماتش من ده لده. طيب اعمل حاجه اسمها ايه بقى؟ ماتش بروبرتيز، اختصارها ام اي. اختصارها مين؟ ام اي. اولا انت عايز مين يبقى زي مين؟ انت عايز دي تبقى زي دي، صح ولا انا غلطان؟ يبقى اللي انت عايز تروح لها الاول هي اللي تختارها الاول. روح ضغط على دي، عامل لك الفرشه جنبها، اروح جاي بقى عامل زوم على مين؟ على الجروب دي، خلاهم زيهم. تاني كنترول زد ماتش بروبرتيز، حلو الكلام؟ بختار ان انا عايز ابقى زيه، راح مديك الفرشه معاه. ابدا بقى اختار الحاجات اللي انت عايز تحولها. اتفقنا؟ لو دوست بقى لير بريفيوس، بص يا فندم، نيجي هنا بقى. افرض الهاتش ده مش عاجبني. بص بقى، بقت الاعمده كلها مبرر منها مين؟ سيان. الهاتش ده مش عاجبني يا جماعه، عايز اغيره، اعمل هاتش جديد عادي مفيش مشكله. تروح عامل ايه؟ لير برضو مين؟ ايزوليت. اروح مختار الهاتش وادوس مين؟ مسطره. طلع لي الهاتش بس. اروح واخد الهاتش بالكامل قايل له مين؟ ديليت. كده حذفت الهاتش. ارجع هنا افتح من لير مين؟ ايزوليت، لير بريفيوس. اقول له لير ايزوليت تاني بقى لمين؟ لقطاعات الاعمده ومين؟ والهاتش من اللوحه دي. فهمتوا معايا انا قصدي ايه؟ كلام جميل. طيب عايز بقى اعمل هاتش هنا. طب الخطوط دي كانت ايه يا جماعه؟ العلامات دي ايه؟ الحاجات دي معناها اسانسيرات. دي اسانسير. طب دول كده كام علبه اسانسير؟ يبقى عنده علبتين اسانسير، يعني معنى كده عنده اسانسيرين في المشروع ده. واضح كلامي؟ طبعا هشيل مين الهاتش ده كله، مش هيفيدني باي شيء اهو. وليكن كل الهاتش ده هيتشال. تعالى بقى نعمل مين الهاتش بتاع العامله دي. كنت بتعمله ازاي زمان حضرتك؟ افتح بس من فوق لير مين اللي هشتغل فيها؟ لير الهاتش. تضغط هاتش عادي خالص. صح كده؟ كنت بتيجي هنا تقول له مين؟ هات بيك بوينت. وتروح ضاغط في قلب الهاتش جوه، وتروح داس مسطره، وتقول له بريفي واوكي. وتقعد تعمل في الكلام ده على كل عمود. صح؟ افرض دول بقى 100 عمود. تعمل الحركه دي 100 مره؟ قال لك لا، فكرنا شويه. قال لك نشط فكره شويه الراجل، وراح جاي قال لك انا هفكر ان استخدم مين؟ اد سيلكت اوبجكتس. صح الكلام؟ بس خلي الهاتش يصغر شويه، خليه وليكن 0.7 وليكن. لو خدنا اد سيلكت اوبجكتس ورحنا نختار مين؟ الجروب ده كده على بعض، الاربعه دول مع بعض مثلا، مثلا. دول كده اخترتهم الاربعه مع بعض عن طريق اد سيلكت مين؟ اوبجكت. روح داس مسطره مرتين، عمل لهم الهاتش. كلام جميل قوي. بس لما تيجي تضغط بقى على واحده فيهم ايه اللي حصل؟ الاربعه مع بعض بلوك. T
تيجي تقول لي هشغل مخي اروح اعمل لهم اكسبلود، لو عملت لهم اكسبلود هيفجر كل واحد كخطوط، يبقى انت بوظت الدنيا برضو. طب الحل ايه؟ قال لك لا بقى ممكن اضرب عصفورين بحجر. هدوس على دي، في هنا اوردر جميل قوي بقى اسمه مين؟ كريت سيبر فين هاتشز، هيخليك تعملهم مع بعض كلهم كباكج واحده، لكن كل واحده لازالت انديفيديوال بوحدها. اروح قايل له هنا مين؟ اد سيلكت اوبجكت، اروح مختار الجروب كله على بعض واروح قايل له انتر. هنا عمل بص الحاجات دي كده، دي عملها ليه؟ عشان بس الخطوط الكروسات الموجوده. تيجي بقى تبص ده كل لوحده حته واحده، ده العمود لوحده، انت فاهمين معايا انا قصدي ايه؟ يعني لو خدته عملت له ديليت مش اثر على الباقيين، بقى كل هاتش لمين؟ يبقى لو انت عندك 500,000 عمود الموضوع كله زوم، هتعملها الموضوع انتهى. فهمتوا معايا انا قصدي ايه؟ طب كلام جميل، ارجع بقى ليكوا تاني على اللوحه، ظبطنا الكلام ده كله ونسقناه. تعالى بقى نشتغل. ايه رايك لو افترضت ان انا هعمل المشروع ده دلوقتي حاليا عشان شغلنا بس هنعمله في سلاب، وهنمسح كل اللي جوه. انت فاهمين معايا انا قصدي ايه؟ اعمل بقى كاميرا فين ما اعملش فين، دي بقى الحصه اللي جايه اللي بعد اللي جايه ان شاء الله. بس النهارده انا كل مهمتي في مين؟ بتعلم اوامر اوتوكاد. طيب هل انا دلوقتي عشان احذف الاوامر اللي جوه دي او الحاجات اللي جوه دي عايز احذفها صح؟ هل انا دلوقتي محتاج اظهر المحاور معايا في حاجه؟ ممكن اعمل لها حاجه اسمها لير مين بقى؟ ما ده شريط لير 2 اهو، لير اوف. لير ايزوليت ده بقى عكسه لير اوف. لير اوف بقت اللير اللي انت مش عايزها اختارها بيطفيها لك، والباقي بيفضل ظاهر زي ما هو. يعني بيحتفظ بالكرنت فيو زي ما هي. اقول له لير مين؟ مش عايز المحاور، اطفيها. طفها لي. عايز الهاتش في حاجه؟ لا برضو. عايز الاعمده في حاجه؟ اه طبعا. بس عايز الاعمده بشرط ان انا لما اجي اعمل كده مثلا عايز احذف الخطوط اللي جوه دي، رحت مختار العمود معاهم، جيت عملت ديليت راح حذف العمود. لا انا عايز العمود يكون موجود كبوزيشن لكنه لوك مقفول، لا ينفع يتغير ولا ينفع يتحذف ولا ينفع يتشال من مكان، مجرد رؤيه مش اكتر. يبقى انا عندي اوردر هنا جميل قوي اسمه لير مين؟ لير لوك. فهمت انا عامل ايه؟ اروح قايل له لير لوك وقافل لير مين؟ العمود. اجي بقى يا فندم اروح مختار دول كده، بص خط الاعمده جوه ولا يهمك، العمود ما حصلوش اي تغيير. فهمتوا اللعبه ايه؟ هيجي كده يختار دول ديليت. طيب ارجع تاني بقى اهو يا جماعه، هنعمل ايه بقى يا باشمهندسين؟ هنشيل كل الكلام ده، كان في مناور وحاجات انا مش عايزها دلوقتي اهو، شيل كل الكلام ده. اتفقنا خلاص اهو. بحذف الكلام اللي جوه كله يا باشمهندس مش اكتر، يعني بفضل بلان من جوه. انتوا معايا يا جماعه؟ كل اللي بعمله احيانا بفضل بلان بس على اعتبار ان هو فلات سلاب. ماشي كده يا جماعه؟ طيب الراجل بقى عايز يعمل فوق كامر مارجنال بيم هنا على الاطراف، عايز يعمل كامر مارجنال بيم على مين؟ على الاطراف. طيب هي الكاميرا يا جماعه دايما لما باجي ارسمها او بحصرها يكون حصرها من فين؟ كطول من وش العمود لوش العمود. المشكله ان دي ما كانتش كامر، المشكله ان كان دي حوائط، ولا انا غلطان؟ فالراجل المعماري بيمشي الحيطه من فوق العمود. يعني انا مفترض دلوقتي ان انا اقطع الحيطه عند مين؟ عند وش العمود. بس بص الحته دي بقى ليك انت بقى مهمه جدا. انا عايز افتح اللير بتاعت العمود، انا هعمل ايه يا جماعه؟ لير مين؟ لير انلوك. رحت ضاغط عليها ومختار العمود، اتفتحت اللير. هاجي على العمود ده اروح مديله لاين ويت وليكن حاجه صغيره قوي. اشغل من تحت حاجه اسمها ال دبليو تي لاين ويت. بصوا بقى يا فندم، المفروض المعماري لما بيجي يرسم بيرسم دي كده. شايفين دي كده؟ بيروح محاوط العمود بمين؟ بلير الحيطه. ده المعماري اللي بيعمل الكلام ده. طيب لما حاوطه بلير الحيطه، الحته دي كده من العمود، شوف ركزوا معايا، خدت لير حيطه؟ طب دي خدت؟ ليه المعماري بيعمل كده؟ طبعا بص لي هنا، المعماري بيعمل كده لان دي كده تعتبر من العمود حاجه اسمها كتف او ركبه. شايفين العمود ده؟ دي كده اسمها ركبه من العمود جوه الايه؟ جوه الغرفه. حلو الكلام؟ الركبه دي يا باشمهندس او الجزء من العمود خد محاره ولا ما خدش؟ خد دهانات ولا ما خدش؟ فرق معاك في الوزر تحت ولا ما فرقش؟ فرق في الوزر، صح الكلام؟ يبقى معنى كده الجزء ده بيفيد المعماري ولا ما بيفيدوش؟ بيفيده فين؟ في الكوانت سيرفي حصر الكميات.
يبقى ده اللي بيخلي المعماري غصب عنه يلف العمود بمين؟ بالحيطه. طب تعالى بهدوء، هو مش ده العمود ودي الحيطه؟ طب الانترسكشن ما بين الاثنين من بعض اللي هي الحته دي، انا بسمك الحيطه، الحته دي بقى خدت محاره؟ لا. خدت دهانات؟ لا. دي انهي حته؟ دي الحته دي اللي هي الانترسكشن اللي ما بينهم، وبالتالي المعماري ما بيحطش فيها مين؟ حاجه. واضح كلامي؟ يبقى ليه المعماري بقى بيحوط الاعمده بالكلام ده؟ علشان خاطر مين؟ ها؟ ان دي بتاخد معاه تخش تفرق معاه في مين؟ في حصر الكميات، الكوانتيك اوف. فهمتوا حاجه؟ طب كلام جميل. انا بقى كانشائي محترم، انا كانشائي ما ينفعش اعمل مين؟ الحوار ده كده، يبقى كانشائي لازم كل الكلام ده ماله؟ يتشال. ولما اجي اعمل الخطين دول كاميرا لازم الخط ده يتقطع عند مين؟ عند العمود. اروح جاي عامل ترم اللي هي اختصارها تي ار ومسطره مرتين، واروح جاي مختار كده، فوجئت بايه؟ راح قاطع العمود كمان. لا، ما انت ارجع تاني بقى، انت مش كنت عامل الاعمده ليها لوك؟ رجع تاني خليها ليها لوك. ميزه اللوك في ايه؟ لما هاجي اعمل ترم كده عمل ترم للخط وساب العمود زي ما هو. يبقى الاعمده انا عايزها يا جماعه مجرد انديكيشن بوزيشن، لكن مش هغير فيها بحاجه. فهمت انا قصدي؟ انا ما فهمتوش. ارجع لتحت اروح عامل كده زوم برضو، واجي هنا اعمل زوم كده، واجي هنا هنعمل زوم كده. انتوا معايا كده؟ معناه انه بيقطع مين؟ بيقطع الخط اللي بره ده. اجي هنا برضو هروح عامل كده بس ما بيقطعش العمود، واروح جاي عامل دي كده، اطلع فوق هاخد دي برضو عندي كده. لو جيت بقى اكد معاك شويه اكتر، تري لاين ويت، بص الخطين دول وقفوا فين؟ تخيلتوا خلاص؟ الخطين دول وقفوا فين؟ دول دول. يبقى انا كده اشتغلت في ثواني، عملت الحركه دي، مش هقعد بقى امسحهم واعمل خطوط من اول وجديد وشغل اللي هم الصناعيه دول. لا يا فندم، احنا ناس ايه؟ عايزين نعلى شويه بالمستوى. فاهمين معايا انا قصدي ايه؟ كلام جميل. طب هنا للاسف كان في خط تاني كده اهو، لا شيل ده، وعايز اعمل ده اكستند لحد تحت، هقول له مين؟ اي اكس، صح كده؟ اكستند اي اكس، وبعدين ادوس مين؟ مسطره مرتين، واروح بس مخط دايس على الخط مش اكتر. فهمتوا معايا انا قصدي ايه؟ اروح موصله لحد تحت. طب كلام جميل. انا عملت دي كده ككاميرات صح؟ الكاميرات دي بقى هديها قطاع، هديها قطاع كام؟ ده السؤال بقى اللي بيستعرض نفسه دلوقتي. تاخد الكاميرات دي معايا كام؟ رقم واحد، الكاميرا لها دبس ولها ويتس صح؟ الويتس كام بتاع الكاميرا؟ يفضل دايما ان ويتس الكاميرا اللي هو العرض بتاعها يساوي نفس عرض الحيطه اللي تحتها. هي مش دي كاميرا؟ الابيض ده كاميرا ودي حيطه. يفضل دايما ان عرض الحيطه يساوي مين؟ عرض الكاميرا. لان لو عرض الكاميرا زاد عن عرض الحيطه هيعمل ركبه زي العمود بالظبط في الاوضه، هيبقى شكلها غبي. بتفرق لما تيجي تبيع الشقه. شفت لما تيجي تشتري عربيه كده مستعمله يقول لك العربيه دي رشه بره ولا لا؟ مع ان العربيه بتبقى زيرو والرش بتاعها ممتاز بس اسمها رشه بره. تنزل على طول رقم مقدم. لما تيجي تشتري شقه برضه وتلاقي الاعمده والكاميرات عاملين ركب فيها، تبقى نفس المنطق بالظبط، كانك برضه بتشتري حاجه معيوبه. لسبب بسيط، لان الركبه دي بتعمل حاجه اسمها ديد زون، منطقه ميته. حط لي كنبه كده هنا مثلا، حط لي سرير، هتلاقي الحته دي مالها؟ طالعه ايه؟ على قد عرض العمود ضايعه منك مش مستغله. فاهمين معايا انا قصدي ايه؟ فطبعا بيفرق معاك فين؟ في الاعتبار. في الدول العربيه بقى عندهم هناك بيعملوا عرض قطع العمود كام؟ حد عارف؟ 20 سم. عرض العمود 20 سم، لانه عنده الطوب هناك 20 سم. وبالتالي ما بيكونش عنده ولا ركبه فين؟ في المشروع. فهمتوا معايا قصدي ايه؟ لما تخش اي بيت في اي دوله عربيه يستحيل تعرف تطلع مكان كاميرا او مكان عمود. يستحيل تعرف تطلع مكان كاميرا او مكان مين؟ عمود. ليه بقى؟ لانه هناك بيغلف المعماري جوه مين؟ جوه الانشاء. بيغلف الانشاء يا اسف جوه مين؟ جوه المعماري. بمعنى ان انا لما اخش البيت ما ينفعش اطلع مكان كاميرا ومكان عمود، الموضوع كله كان البيت ما فيهوش كاميرا ولا فيه اعمده. تلاقي المنظر بقى ماله؟ اعلى جمال ممكن تتخيله. فاهمين معايا انا قصدي ايه؟ الكلام ده بقى انا هحاول اوصله لك واحنا شغالين في السكن سيستم ان شاء الله المره الجايه واللي بعدها. ازاي ان انا احط السكن سيستم صح ما يبينش لا مكان عمود ولا مكان مين؟ ولا مكان كاميرا. فهمتوا معايا انا قصدي ايه؟ لان المهندس الانشاء الصح هو اللي يحط العمود في مكانه او يحط الكاميرا في مكانها بحيث ان هي ما يحصلهاش مين؟ ما تبانش معاه فين؟ في المعماري. الانشاء الصح اللي يقرا المعماري كويس، مش اللي ياخد المعماري ويفضيه زي ما انا عملت دلوقتي ويقول لك انا عملت ستيكر سيستم. لا ده مش ستيكر سيستم. وصلت؟
طيب ركز معايا بقى، يبقى عدد الحوائط كانت كام دلوقتي؟ 12. بمعنى كده انا هعمل الكاميرات عرضها كام؟ 12 سم. 12 سم في كام بقى يا فندم؟ ركزوا معايا بقى لو سمحت. باشمهندس المحترم اتعلم في الكليه ان اقل دبس للكاميرا كام؟ 40 مش كده؟ راح اعمل الكاميرا ديت 40 واللي جنبها عشان المومنت قليل راح اعملها 50، لا الاعلى شويه راحت 60، اللي بعدها شويه 70. اول ما يسلم اللوحه للنجار، النجار هيسلمه لربنا على طول. هيسلمه لربنا على طول، وان عدى تحت ايد النجار مش هيعدي تحت ايد مين؟ الحداد. لسبب بسيط، لانه هيخلي النجار يعمل لكل كاميرا شرط. كل كاميرا منسوب معين في العراقات. ده هيطلع عين. صح؟ قال لك لا، عشان نريح نفسنا في الحوار ده خالص. هنعمل الكاميرا كله عندنا كام؟ ارتفاعه كام؟ 70. طب ما هو مش عايز 70، لا انا بعمل 70 دي لكذا غرض. تعال نشوف الاغراض اللي هنستخدم فيها ال 70 كلها. اول غرض عندنا هو انت مش عندك دي كده ولتكن الحيطه. صح الكلام؟ هو ده كده مش الباب. صح يا جماعه؟ طيب هو ارتفاع الحيطه تقريبا او ارتفاع الدور تقريبا كام يا جماعه؟ تحكي 3 متر مش كده؟ طيب كلام جميل، هو مش ده دلوقتي الباب؟ الباب ارتفاعه كام تقريبا؟ 2 متر 20. الباب ارتفاعه كام كله تقريبا؟ 2 متر 20. طيب هو مش بيحط حاجه اسمها الحلقه حوالين الباب اللي هو الخشب؟ ادي الحلقه اهو. لو بنى طوب مباشره، طوب مباشره فوق الحلق بعد التنفيذ مباشره، بتلاقي بعد ما تتعمل المحاره ويخلص حصل شروخ ده ازاي؟ جت بالمنظر ده. مش ده اللي بيحصل فعلا؟ الكلام ده بتلاقي الشرخه عمل كده والشرخه عمل كده من فوق. طب عشان الكلام ده ما يحصلش قال لك بيعمل حاجه اسمها مين؟ العتب. بيحصل بحته كاميرا بره كده صغيره، يحط فيها سخين حديد تحت وسخين فوق، ويروح عامل فيهم ايه؟ يروح مركبها فوق مين؟ فوق الباب. الحسم او الشباك. العتب ده بيتعمل لمين؟ الابواب والشبابيك. خلاص؟ كلام جميل. عشان يمنع حدوث مين؟ الشروخ دي. طيب هو مش الباب مش دي 22 بالحلقه توصل ل 32؟ طب انا لما هعمل الكاميرا 70 سم. الكاميرا 70 سم، يبقى انا كده نزلت بالكاميرا لحد مين؟ لحد الحل. يبقى انا محتاج اعمل عتب؟ لا. لا. يبقى دي اول فايده بعمل بيها الكاميرا كام؟ 70. هروح على طول سؤال طالع في دماغك. اشتغلنا؟ هروح اعمل الكاميرا 70 عشان ما اعملش حل. مش ده السؤال اللي في دماغك؟ صح؟ لا بص معايا بقى. بالنسبه للامبيريكال بتاع اي كاميرا بيساوي ايه؟ اسف التي تي امبيريكال بتاع اي كاميرا بيساوي مين؟ نسبان على كام؟ طب انا لما اعمل التي دي 70 سم معنى كده انا بفتح سبان لنفسي حوالي كام؟ 7 متر. والله انا غلطان. يعني معنى كده ممكن اعمل سبان بين عمود والتاني جوه البيت كام؟ 7 متر. ودي تاني سبب بعمل بيها الكاميرا 70. برضه ما اقنعت عيني، يعني ما اقتنعتش قوي. صح؟ اقنعك قوي بقى. هي الاريا ستيل بتساوي ايه؟ مش بتساوي الام التيميت على الاف اي في الشيف تي. حلو. كل ما دي تزيد كل ما الاريا ستيل يحصل لها ايه؟ تقل. وده اللي انا عايزه. انا عايزك دايما لما تيجي تعمل لي قطع خرسانه يكون قله حديد قليله والخرسانه هي اللي كتير. ليه؟ لان انا دايما لما بيجي المقاول الكونتراكتور يعمل كوست استيميت للواحد متر مكعب خرسانه، خش اداره بقى. واحد متر مكعب مين؟ خرسانه. بيفترض ان الكميات بتاعته عباره عن كام؟ 8 من 10 متر مكعب. غلط. والله غلطان. 4 من 10 350، يعني 7 شكاير مين؟ اسمنت. ده اللي انت تعرفه لحد كده. زائد 100 كيلو حديد. ده الكومبوننت الرابع. يبقى دايما المقاول لما بيجي يحط سعر المتر المكعب بيفترض الثلاثه اللي انت عارفهم دول. زائد الواحد متر مكعب فيه كام كيلو حديد؟ 100 كيلو. افرض زائد عن 100 كيلو. بيبدا بقى هو يعمل ايه؟ يزود سعر المتر المكعب. ممكن تلاقي المقاول راح جاي قايل لك ايه؟ انا هاخد منك سعر القواعد المتر المكعب فيها بكام؟ 800 جنيه. والسملات هاخد في العامله سعر المتر المكعب عندك ب 1300 جنيه. فاهم معايا قصدي ايه؟ في السلم هاخده ب 1500. هو عمال يعمل كده ليه؟ ما هي نفس المكونات، لا نفس المكونات كماتيريالز خرسانه دون النظر لكميه مين؟ الحديد في المتر المكعب. وصلت ولا ما وصلتش؟ يبقى معنى كده تفرق معاك قوي. طب انا بعد ما ازود الدبس ايه السي اللي يحصل لها؟ هتقل. يبقى انا كده شغال زي الفل. لكن انا هعمل الكاميرا 40 و50 حلقه حديد جوه زياده، حلقه نسبه الحديد في النهايه زادت عن 100 كيلو فين؟
في المتر المكعب الواحد. واضح كلامي؟ يبقى معنى كده هعمل كامري حاليا كله كام؟ 70 سم. ممكن يعمل كده. ممكن يكون حاطط شرط في العقد ان هو يتحاسب على 100 كيلو. حلو الكلام؟ افرض بقى زاد عن 100 كيلو، ايه اللي هيقوله؟ ايه اللي هيعرفه ان هيزيد عن 100 كيلو؟ مش ده سؤالك؟ طيب صلي على النبي، اقولها لك برضه بس انت طلعني بره الموضوع. بس مش حابب تعرف. بص يا جماعه صلي على النبي. الراجل مقاول دلوقتي ينفذ وليكن 150 متر مكعب خرسانه. صح؟ حصل الحديد اللي ينفذ بيه نفذ خلاص. حصل الحديد اللي ينفذ بيه لقى منفذ بكام؟ مثلا هنقول ب 23 طن حديد. ده الاجمالي. ده الاجمالي. حلو الكلام؟ هيروح عامل بقى الراجل؟ هيروح واخد ال 23 طن اللي هي بكام؟ 23000 هيقسمها على كام؟ 150. ال 150 هتروح مطلع له هنا مين؟ كمية الحديد كذا كيلو بكل متر مكعب. افرض طلعت معاه وليكن 120 كيلو مثلا، انا بضرب مثلا. هيروح واخد هو مين؟ ال 20 كيلو يضربها في مين؟ يبقى ده فرق الحديد اللي هو عايزه من المالك. فوق ال 100 كيلو اللي كان بيدفعها. يبقى المتر المكعب الواحد كان مبني على ان كام كيلو فيه؟ 100. هو خد حسابهم خلاص. طب ال 20 بقى اللي في كل كيلو من ال 150 دول عايز فلوسهم. فهمت بتيجي ازاي؟ احنا كده نطلع بره نشتغل اداره كده، مش هنشتغل اداره، خلينا في الايه؟ في الكونستراكشن، اسف، في الديزاين زي ما احنا. معايا؟ يبقى هكتب على الكفر كله كام ها؟ 12 في كام؟ في 70. اطلع بقى على لوحه قديمه واروح اجيب كاميرا 12 في 70 كابي اهي واروح اركبها عندي هنا. واضح الكلام؟ طيب ركزوا معايا بقى عشان الحته اللي جايه دي مهمه قوي. دايما الناس في مشاريع التخرج يروح داخل يا عيني يعمل اللوحه بس كده يفضيها ويخش الساب والاتاب والسيف ويطلع نتائج ويروح ويجي، وبعد ما يطلع نتائج كلها بالكامل يجي عند اللوح ويروح حاطط على خده. ما يطلعش لوح. كده المشروع انتهى، ملوش لازمه. انت ممكن تكون مفبرك النتائج وعامل لوح كويسه. انت فاهم معايا انا قصدي ايه؟ اهم حاجه في المشروع هي اللوح. مش بقول لك انك تعمل نتائج غلط، لا، اهم حاجه ان اللوح تطلع صح. بس يطلع شكلها شيك. انا واحد من الناس على نفسي بعمل ايه؟ بخلص المشروع بالكامل من غير ما احط قلم لا في الساب ولا في الاتاب ولا في السيف. قبل ما اخش عليه كلوح. بعد كده بخش برامج ديت اخد منها نتائج فقط لا غير. ابدا اصلح فيها في اللوح بتاعتي مش اكتر. يعني ايه مش فاهم؟ مش دي مكتوب عليها كاف واحد؟ اسف كاف 7 72 دبل كليك عليها. ايه ده؟ ايه الشاشه اللي ظهرت دي؟ بتظهر عندك في البيت كده؟ لا، امال بيعمل لك ايه؟ بيروح عامل لك مؤشر على الكتابه نفسها ويقعد يطلع عينك عشان تكتب. لا دي لها حل انك تعملها زي ما انا عاملها كده. امر جميل جدا عندنا هنا اسمه مين؟ دي تكستد اللي هو الاوردر ده. اسمه ايه يا جماعه؟ دي تكستد. اروح دخل تاني على مين؟ على الكاده، واروح كاتبه دي تكستد. حلو الكلام؟ واروح داس مسطره. هو بيكون عامل دي اتنين. انا كل اللي هعمله هكتب له واحد ودوس مسطره تاني. اجي اضغط بقى بعد ما عملت ديت واحد ودوست مسطره دبل كليك على ايه؟ اكتب افتح لها الشاشه دي. ايه رايكم هخلي السبعه دي كام؟ واحد. هو انا صممت يا جماعه لسه؟ طب انا ايه رايك لو كتبت على الكاميرا كله كاف واحد؟ تفرق معاك في حاجه؟ صمم بقى على حساب وطلع المومن. طلعت كاف 8 هتروح عامل ايه؟ دبل كليك مخلي الواحد 8. فهمت انا بعمل ايه بقى؟ يبقى الموضوع كله بحط كل ده بتاعتي وبعد كده باخد من على الساب ارقام بتتغير مش اكتر. يعني بمعنى كده هاخد دي من هنا كابي هطلع بيها فين؟ على دي هنا كده اهي صح؟ واطلع بيها على مين؟ على دي وعلى دي وهكذا. فهمتوا معايا انا قصدي ايه؟ طب كلام جميل، ليه عملتها كده؟ ما عملتهاش كده. مش ده وارد برضو ولا انا بتهيألي؟ انت بقى لما بتيجي تبص للوحه عينك بقى بتبص منين؟ ما تجيش تقول انا هبص كذا وانت هتبص لوحدك، لا يا فندم. كل المهندسين نظره واحده للوحه. عينك اهي يا فندم. دي عينك للوحه. يبقى لما اجي ابص من هنا كده المعدول بالنسبه لي دي ولا دي؟ لا دي، يبقى دي تتشال. هتيجي تقول لي لا طب انا هعمل لوحه بقى للي عايز يبص من الناحيه دي، يا سلام عليك. ايه هو ديليفري؟ مش ينفع يا جماعه. فاهمين معايا انا قصدي ايه؟ لان لا قدر الله لو عملت كروس سيكشن دايمنشن مختلف بقت في مصيبه. كروس سيكشن دايمنشن مختلف دي مصيبه، خصوصا فروق المناسيب. لو عملت كاميرا فرق منسوب وتبص لها من الناحيه هي ساقطه،
لو بص من الناحيه الثانيه هتبان مقلوبه، هيروح منفذ من الكاميرا في نص الدور مقلوبه، يبقى قابلني بقى عارف يخش الاوضه زي ما هنشوف بعد كده، هنشوف هوريها لكم بالتفصيل الحاجات اللي زي كده. فانا بقول لك اهو اهم حاجه نظرتك للوحه دايما عينك فين؟ عين اللوحه دايما اهي. اتفقنا خلاص؟ وابدا اكمل مين؟ باقي الشغل بتاعي، وابدا انقل بقى الكاميرا دي على مين؟ على جميع الكاميرا الموجوده عندي. طيب لو جينا بقى نمسك السلم، هو المعماري هنا رسم السلم بكام خط؟ خطين صح؟ تمام. وافرض افرض جدلا يعني ان انا ما اعرفش السلم رايح فين وجاي منين. يعني ايه السلم رايح فين وجاي منين؟ هو مش ده سلم يا جماعه؟ ثواني، هو ده كده السلم ده مش قلبتين؟ باشمهندس لو انا عندي سلم زي كده وعايز اعرف السلم ده هيطلع من الناحيه دي ولا هيطلع من الناحيه دي؟ هعمل ايه؟ لازم اكون فاهم تكنيك السلم اصلا الاول. التكنيك بتاع السلم ان السلم لو انا مثلا افترضت ان انا جدلا مثلا عندي قطاع السلم جاي كده، نرسم قطاع صغير كده سريعا في السلم، ده كده ككروس سكشن في السلم، حلو الكلام؟ ودي كده ايه اللي انا برسمها حاليا دي بقى؟ دي الرخامه اللي هتركب فوق، صح كده؟ كلام جميل، ادي الرخامات. المعماري لما يجي يقطع ويبص على المنشا بيقطع ويبص لفين؟ بيقطع في نص الدور ويبص لتحت. صح ولا انا غلطان؟ فلما يجي يشوف السلم دلوقتي بقى هيشوف كل درجه كام لو كانت كام نقطه؟ اتنين. نقطه مين؟ النوز اللي هي الانف بتاعت الرخامه، ونقطه مين؟ الخرسانه. بس دي بالنسبه له باينه رؤيه عين ولا متغطيه؟ باينه رؤيه عين صح؟ يبقى هتبان معاه خط مين؟ سوليد. طب اللي جوه دي هتبان معاه خط مين؟ ديش. معلش بس عشان نجيبها بالتفصيل واشرحها لكم بالتفصيل. هتبان معاه خط مين؟ ها؟ ديش صح كده؟ تمام. يبقى معنى كده ان المعماري لما يجي يرسم السلم يرسمه بكام خط؟ باتنين. واحد دولس واحد سوليد واحد مين؟ ها؟ واحد داش. كلام جميل. طيب عشان اعرف اتجاه صعود السلم، هو السلم طالع كده ازاي يا جماعه؟ مش المفروض طالع كده؟ صح؟ الصعود ده كده معناه ان السوليد بره ولا الداش هو اللي بره؟ السوليد هو اللي بره. يبقى لو خدتك وطلعت جري على سلم زي ده وضربت بعيني على القلبه دي والقلبه دي، فين اتجاه الصعود مباشره؟ ناحيه الشمال، لان السوليد فيه اللي بره. وصلت؟ لا ماليش دعوه بعكس عقرب الساعه، مش مع عقرب الساعه دلوقتي، انا بتكلم ده حاليا كده ماشي على السوليد والداش، ممكن هو عكسها، ايه المشكله؟ فاهم معايا قصدي ايه؟ يبقى ده كده هيطلع من هنا يا جماعه؟ من هنا. واضح كلامي ايه؟ تمام. طب الانشائي، الانشائي مالوش علاقه، هو الرخام ده خرسانه ولا تشطيبات؟ يبقى الانشائي مالوش دعوه بالتشطيبات تماما على الاطلاق. كل الكلام ده يتشال. حلو الكلام؟ الانشاء بقى بيقطع ويبص لفين؟ لفوق. صح كده؟ فيوم ما هيشوف هيشوف مين؟ ظهر القلبه من تحت. صح ولا انا غلطان؟ الانشاء لما يشوف هيشوف ظهر القلبه منين؟ كل اللي هيبان معاه بقى من فوق هو مين؟ الداش اللي هو المسلح، بس هيبان معاه داش، لانه مش باين. لانه قاطع من تحت وباصص. معنى كده الانشاء هياخد انهي خط من المعماري؟ الداش بس، وهو اللي هيشتغل عليه. فهمنا حاجه؟ حلو الكلام ده قوي، اللي هو هيمثل خرسان. ارجع بقى على البلان بتاعي هنا يا باشمهندسين، عايز احذف الخطوط الصفراء، احذفها ازاي؟ العملاق بتاعك فلتر، فاكرينه؟ كلير ليست، نظف، اد سيلكت اوبجكت، اروح واخد اي خط اصفر منهم، صح الكلام؟ اعمل ايه؟ كل الحاجات اللي خاصه بيه سيب دول بس، ابلاي، هروح جاي مختار كده، جاي مختار كده وكده، وهنا المجموعة دي وهنا المجموعة دي. كل اللي هعمله هدوس مسطرة بس وارجع ادوس مين؟ ديليت مش اكتر. ايه اللي حصل؟ كلهم اتحذف. حاجات بسيطة لكنها في عرف الشغل بتوفر في كل واحدة منهم على الأقل مينيمم 5 دقايق. في بعض الأوقات بتوصل معاك ساعة أو ساعتين. زي الحاجات هنشوفها كمان شوية. أطلع جري بقى عشان البين أساينمنت. ما أنا كده عرفته خلاص، أنا بقول لك عايز أعرفه إزاي. أنا كإنشائي ما بحطش على السلم اتجاهه. واضح كلامي؟ يعني بصوا كإنشائي يا جماعة بتبقى اللوحة والمنظر ده. كل اللي بحطه على السلم هو التسليح بس. طالع فين؟ رأي جاي منين؟ دي يروح يبص هو بقى فين؟ في المعماري مش عندي.
واضح كلامي ايه؟ كلام جميل. اجي هنا بقى اروح عامل ايه؟ ماتش من دول لدول. طيب ركزوا معايا بقى عشان الحته اللي جوه دي انا عايز اخلص السلم كامل عشان مش هشرحه تاني في الانشاء هناك. هنا اللي جوه ده عباره عن ايه؟ الفانوس. الخطين دول بيعبروا عن ايه؟ دول حته الكوبيستا الدرابزين هتسند عليها صح؟ طب انا دلوقتي شغال كانشائي هيبقى في حوائط في الانشائي ولا هيبقى خط بلاطه؟ خط بلاطه. خط البلاطه يمشي على الشمال ولا على اليمين؟ وقبل ما تقول قول لي ليه؟ اللي بره. ليه اللي بره؟ الله ينور عليك. بص معايا قدرا راح عامل السقف بتاع الاسف قلبه السلم لحد الخط ده من هنا لهنا كده. انتوا معايا خلاص؟ لما يجي يبني البسطه دي بقى او الاسف الكوبس ده هيبنيها على مين؟ يبقى لازم غصب عنه هيخش بيها جوه فهيقلل تاني من عرض مين؟ من عرض السلم. لا يبقى مش ينفع. يبقى ريحك بقى من الاخر، دايما بشتغل على اخر خط جوه الفراغ، واخر خط جوه الفراغ اللي هو البوكس اللي جوه. يبقى دي تتشال صح؟ دي تتشال، دي تتشال، دي تتشال. يبقى ده اللي هشتغل عليه بس. فهمتوا حاجه؟ اروح اعمل له ماتش من مين؟ من ما هو حد خلاص انا مسلح، اروح اعمل دول كده، واروح اعمل هنا مين؟ اكستند مسطره مرتين، ابدا اوصل دول كده عندي بالمنظر ده كده. واروح عامل فيلت لمين؟ فيلت لدي مع دي، ثم فيلت لمين؟ لدي مع دي. كده خلص السلم ده. طب هنا عشان دول سلمين جنب بعض ودي حته مش هتنفع تتعمل كده، لازم توصل كمان لو كانت مين؟ كاميرا تتشال على الكاميرا اللي فوق دي كده. يبقى دي كاميرا كده فصلت السلمين عن مين؟ عن بعض، كل سلم شغال على حته. اتفقنا؟ هتبان بالتفصيل قدام. هنا بس ركزوا معايا، هنا دول اسانسيرات صح؟ الاسانسير بقى بعمل ايه في الانشاء ليه؟ بعمل له بقى ستيل وحاجات ولا لك علاقه بيه تماما. اسانسير يا جماعه كل اللي بفترضه في الانشاء هو عباره عن سكاي لايت مانوال. طب هو بيتعمل، طب ما هو اكيد بيتعمل حساب في الانشاء. اه بيتعمل له فين بقى؟ في حاجه بتتعمل فوق خالص اسمها سقف غرف المصاعد، حته اوضه صغيره بتبقى تخانتها 25 سنتي والحديد بتاعها بيبقى تقيل عشان يحط فوقها مين؟ المكنه بتاعت مين؟ الاسانسير اللي هي بتسحب الواير وتطلعه. دي بتكون تقيله وبتكون مش معتمده على وزنها هي كمان، على وزن علبه الاسانسير نفسها. واضح كلامي؟ يعني معنى كده دلوقتي الاسانسيرين دول عباره عن ايه؟ ده هنا بابه وده هنا باب ده صح الكلام؟ عامل ما بينهم هنا في مين؟ حيطه. يبقى انا كل اللي هعمله هعمل ايه بقى يا باشمهندسين؟ هروح واخد ده على بعضه كده حاسفه وده على بعضه كده حاسفه. طب دي احذفها هي كمان الخطين دول؟ لا مش هينفع احذفها لسبب بسيط. ليه؟ لانه هيبني حيطه. طب لو حذفتهم انا هيبني حيطه ازاي؟ على الهوا؟ يبقى لازم يكون في كاميرا تتبني عليها مين؟ الحيطه. صح ولا انا غلطان؟ كلام جميل. اجي بقى هنا، طب لو انا عملت دي كاميرا ما انا محتاج لها تتشال على حاجه ثانيه، هروح واخد الخطين دول موصلهم كمان لو كانوا مين؟ كاميرا بالمنظر ده. بس لو سبت دي كده فيتال، فيتال مستيك. ايه هو بقى الفيتال مستيك؟ لو سبت دول كده فاضيين كده فيتال مستيك. اول ما النجار هيشوف دي في اللوحه هيطلع جري وهو مغمض، يشد نجاره هنا ويشد نجاره هنا. طب عشان ما يشدش نجاره لازم اروح اعمل له مين؟ كروس. عايز اي فراغ ما تحطهوش في دماغك او ما تحطهوش في ضميرك انت، حطه في اللوحه. ما تجيش تقول له والله كان قصدي بيها، لا قصدك بيها ده يتحط فين؟ يترجم جوه اللوحه. فهمتوا معايا انا قصدي ايه؟ يبقى معنى كده تفهم ان دي فراغ ودي فراغ، لكن دي كاميرا ودي مين؟ وطبعا احط على كل كاميرا مين؟ كف واحد 12 في كام؟ في 70 اللي احنا قلنا عليها. صح الكلام؟ كلام زي العسل. طيب بصوا معايا بقى لو سمحتوا، لو طلعت الحته اللي فوق دي، دي تراسات. ايه اللي اعرفك ان ده تراس؟ ما هو يا جماعه اللي بنعمله اهو، مش ده تراس؟ اه بس قبل ما اروح على التراس، السؤال اللي كان الراجل بيساله، الكتابه دي باظت. الكتابه دي كانت في المعماري مكتوبه كتابه، صالون، انتريه، غرفة نوم كده. دخلت اللوحة دي باظت. طب عايز اصلحها. اصلحها ازاي؟ اختار الكتابة بس واروح دايس امر اسمه ليست. اختصاره ال اي. اللي كان بيسأل بقى يركز معايا. اختصاره ايه يا جماعة؟ واروح دايس مسطرة. قال لك النوع بتاعه كستايل ايه؟ ستاندرد. طب التايب فيس بتاعته بكام؟ اللي تحتها دي. فيردانا. ده نوع التكست ستايل اللي راكب عليه. طب عشان يتقلي لازم ياخد معايا اكس ارب. يتقلي لازم ياخد معايا مين؟ اديله اكس ارب ده ازاي واخليه يشتغل ازاي؟ المهم ان انا عرفت ان هو ماله ستاندرد صح كده؟ اروح طافي دي
واطلع بقى افتح مين فورمات تكست ستايل. طبعا دي الستايلز الموجوده في اللوحه كلها دلوقتي، انا عيني على مين ستاندرد. هروح جاي هو واخد هنا مين فيردانا، لا انا هقول له اكس بس، وافضل انزل لحد ما اجيب مين اكس عرب صريحه اهي. شايفين انتوا دي حروف مقلوبه، لو دوست اكس عرب هتلاقي الحروف اتعدلت، يبقى معنى كده هو اتصلح بره. ما تصلحش، اصبر بس، دوس هنا مين سيت كارنت، وتروح قايل له مين، مجرد ما اضغط بس كلوز هتلاقيهم اتظبطوا، بقت تراس صالون و و و و ظبط كل التكست جوه. حتى كمان كان في مشكله في اسماء المحاور كانت جايه بالانجليزي، بقت دلها دلوقتي ها ه واو زين ظبطت عربي تاني. طب اكس عرب دي مش عندك في البيت، اكس عرب دي معتمد على الفونت اللي هديهولك النهارده في فيديو صغير اسمه فونتات، انا مديهولكم مع الفونتات نفسها ازاي هتركبها على اوتوكاد. يعني لو رحت في البيت عندك وحبيت تعمل الكلام ده مش هيشتغل، مش هتلاقي اكس عرب ده اصلا، لازم تنزل الفونتات على مين؟ على السي الاول. واضح كلامي؟ ارجع بيكم تاني بقى مرجوعي، ان انا هاجي هنا بقى دي كده تراس مش كده؟ هو التراس ده هتعمل بلاطه مش هتعمل بلاطه؟ بلاطه. طب معمول بكام خط؟ ما هو خطين، لان ده معماري، المعماري بيرسم حوائط. انا كانشائي هشتغل عن خط في الاثنين على اللي بره خالص، يبقى كانشائي اروح جاي عامل ايه؟ شايل ده خالص. طبعا المحاور برضو انا نزلت مالي اطفيها تاني مش عايزها، صح كده؟ بالهاتش والاعمده هعمل لها مين؟ ما انا بقى حفظت الموضوع خلاص، اللير لوك. واضح كلامي؟ هاخد دول كلهم كده ديليت، هاخد ده كده على بعضه حتى بدول كده ديليت اهم، شيل دي دي بدي كده ديليت، هناخد ده نوصله لحد هنا بس واشيل دي كده. تعالى بهدوء خد دي معايا كده، شيلها دول كده بدي بدي، هنوصل خط هنا تاني اهو، هنوصل دي كده نشيلها، هنعمل فيلت للخط ده مع الخط ده، ثم ارجع هنا ده برضه تراس مش كده، اشيل دي كلها من جوه وارجع اشيل دي بدول. اروح عامل هنا مين ماتش من دي لدي صح كده، وماتش لدي دي تمام، لسه الحته دي والحته اللي هناك لان هي كانت معموله من ليرة العمود اظبطها دلوقتي. المهم عايز اعمل بقى اوصل الخط ده بالخط ده، توصله ازاي؟ هتقول لي اكستند صح؟ كلام جميل، اكستند صح، بس افرض الخطين مش على امتداد واحد، يعني ده كده بص لما تيجي تقف ده مش طالع له على نفس الامتداد او معديه، عمره ما هيجي باكستند. هلاقي واحد جاري يقول لي شامفر، شامفر ده امر فاشل. حله مين؟ فيلت بقى، فيلت مش فلتر، فيلت اختصاره اف بس، راح بس اف بس، وده اسمه مسطره. حلو الكلام؟ اروح ضاغط على الخط ده وارجع اضغط على مين؟ راح قفل. ده اللي انت تعرفه، انا من كده ما تتركش اي جديد صح؟ الجديد ايه هو بقى؟ بدل ما اقعد ادور بالزوم على الخطوط او بالسناب على الخطوط، انا ممكن اعملها كزوم. الفيلت بتاعك هو كان فيلت مسطره، وتروح بتختار الخطين وعامل صح؟ الفيلت بتاعي غير كده، الفيلت بتاعي عباره عن ايه بقى؟ فيلت اف مسطره، حلو الكلام؟ سي مسطره. تاني يا جماعه، اف مسطره سي مين؟ مسطره. بيروح هو مدي لك المؤشر كده، بتروح انت عامل زوم على الخطين اللي انت عايزهم، مجرد ما تسيب الزوم بيروح قافل هو الخطين. بيفيدني في ايه؟ لا تعالى لي بقى، اف كان عندك شكل كده، اسف نجيب بقى مين لير الولت عشان نشتغل عليها اهو. افرض عندي خط كده وخط كده وده كده اهو وده كده هنا، حلو الكلام. عايز اقفل دول هعمل ايه؟ اف مسطره سي مسطره، رحت مختار دول كده، انا لسه في الاوردر مش هدوس اف تاني، هدوس مسطره بس عشان هترجع لي اخر اوردر. يبقى مسطره سي مسطره، مسطره سي مسطره، مسطره سي مسطره. فهمتوا حاجه؟ يبقى حاجات صغيره كلوز معايا يا جماعه، وضحت؟ كلام جميل. طيب ارجع بيكم تاني بقى على لوحتي، شغل بقى كل لير تاني بقى، ارجع لي تاني بقى كله بقى كده على رواقه. عايز اعمل بقى دايمنشن ما بين مين؟ ما بين المحاور وبعضها.
ليه يا باشمهندس؟ ما هي كل اللوح كده لازم يكون في دايمنشن، ويكون كل محور والتاني ودايمنشن خارجي ماسك الكل. فين ده؟ ما اهي اهي اهي، شايفين دي الشكل ده كده انا عايز اعمله هنا. فبتعمل انت ايه زمان بقى؟ تروح مختار دايمنشن عادي صح كده، تروح جاي رسمه هنا، وترجع بعد كده تكمل بدي. لقيت ان الموضوع متعب شويه، اخترعوا لك حاجه اسمها مين؟ كونتينيو دايمنشن. اخترت دي، بدا يكمل كده. انتوا معايا؟ برضه متعبه، افرض دول 200 محور ولا حاجه. قال لك لا، ركز معايا بقى، في اوردر هنا جميل قوي اسمه مين؟ كويك دايمنشن. اروح مختار كويك دايمنشن، كل اللي هعمله اروح مختار مين؟ المحاور بس، واروح داس مسطره وابدا اضغط في اي حته انا عايزها جوه هنا. هي وليكن كده، شايفين ايدي واقفه فين؟ مجرد ما اسيب راح اعمل الدايمنشن للمحاور كلها. ارجع اروح واخد مين؟ دايمنشن على الخارجي بره. فادك ده ولا ما فادكش؟ ده اكيد فادني طبعا، ان انا بقعد اعمل في المحاور دي مود. اقوله تاني، عايز اعمل دايمنشن على اللي تحت، ما هو اللي فوق هو اللي تحت، ماشي كبير اهو. عايز اعمل دايمنشن على دول، اروح اقول له كويك مين دايمنشن، اروح مختار المحاور بالزوم. عندك اعتراض؟ اسيب مسطره وابدا ابص اتحرك انا جواهم اهو. اقف في الحته اللي انا عايز اخدها، يعني انا بس عايز اقف هنا مثلا، هنا هنا، فاهم معايا قصدي ايه؟ وقفت هنا سبت بس، يعني دوست مسطره، اسف دوست كليك شمال وطلعت، راح راسمك على طول. كويك دايمنشن شغال 10 على 10 في الافقي، انما الراسي بيعمل مشكله. حل المشكله ايه؟ هتيجي تضغط كويك دايمنشن، انتوا معايا خلاص كده مركزين؟ واروح مختار مين؟ المحاور، واروح داس مسطره. لازم اطلع بالمؤشر بره زي ما انا واقف كده، ما اقفش جوه، بالمؤشر بره. طلعت بالمؤشر بره، كليك شمال، راح عامل الدايمنشن اللي بين المحاور بعضها، اروح واخدهم موف ومركبهم انا فين؟ جوه بيتي. ملوش حل غير كده. اجربه لك الناحيه الثانيه، تعال كويك دايمنشن، اروح مختار انهي محاور دي اهي صح كده، راح داس برضو مين؟ واطلع فين؟ ها بره، اروح واخد دول كده واروح قايل هنا مين؟ موف، ركبني جوه. فهمنا حاجه؟ طب الحته المهمه بقى، بعد ما بتخلص لوحتك كده بالدايمنشن، تيجي تنقلها من مكان للتاني، ممكن لا قدر الله تلاقي كل دايمنشن راحت في حته. حصلت مع حد فيكم اكيد. تيجي انا لوحتي من مكان لمكان، قلت الدايمنشن كل واحد راح في اتجاه. اقعد الم فيهم يا عيني. ما بتلموش. طب الحل ايه بقى؟ امر غايه في الاهميه عندك، عارفينه؟ دي دي اي. اختصاره دي دي اي، الاوردر الاصلي بتاعه دايمنشن اسوشيت. اربط الدايمنشن باللوحه. اروح طالع على مين؟ على الكات تاني. حلو الكلام؟ كل اللي هعمله هضغط دي دي اي. اهو يا جماعه جت اهي. وصلت؟ اروح داس مسطره واروح مختار اللوحه بالكامل. ايه اللي حصل بقى وهو بيختار؟ ما بيختارش غير الدايمنشن بس. مجرد ما اخترت اللوحه بالكامل واختار الدايمنشن، اروح داس مسطره خلاص. شكرا. انقل بقى لوحتك من مكان للتاني، يستحيل تلاقي دايمنشن طلعت بره اللوحه. كانها بلوك معاها. واضح كلامي؟ دي دي ايه؟ دي دي ايه؟ لا عادي يا فندم، بيعدل عادي، بيعدل عادي خالص. يعني بصوا معايا يا جماعه، مثلا قدرا يعني حبيت اعمل استريتش للمحاور دي لبره اهي، دول سبته في مكانهم. عارف لو انت مش عامل دي دي ايه، هتلاقي الدايمنشن دي واحد طلع بره كده وواحد دخل جوه، واحد طلع بره وواحد دخل جوه. انما كون انا عملت دي دي ايه، ثبت سطر الدايمنشن زي ما هو، ما فيهوش تغيير. فاهمين انا قصدي ولا مش فاهمين؟ كنترول زد تاني. طيب تعالوا بقى نركز في الحته اللي جايه دي. المفترض دلوقتي بقى ان انا هاخد دي كده كابي واطلع بيها بره، قدرا ان انا عندي كاميرا مايله بالمنظر ده، وعايز اركب الكتابه دي عليها مايله بنفس الميل، هتعمل ايه؟ باشمهندس المحترم على طول جه في دماغه على طول روتيت روتيت، ويبدا يظبط ويروح شمال ويمين، عمره ما هيجيب. اه ماشي روتيت، بس عمره ما هيجيب معاك برضه. طب الحل ايه؟ قال لك في اوردر جميل جدا عندنا، اسمه ايه الاوردر ده؟ الاين. اسمه يا جماعه الاوردر ده؟ الاين. اهو لو رجعت انا باين تاني بقى على الشاشه اهو، الاين ده بيتعمل ازاي؟ قال لك قبل ما تعمل الاين، اعمل بوكس ريكتانجولار على مين؟ على الكتابه، وبعد كده اروح قايل له مين؟ ايه ال الاين. حلو الكلام؟ اختاروا ايه ال، واروح مختار مين؟
البوكس بالكتابه وادوس مسطره، اخد اي نقطتين من البوكس على استقامه واحده اركبهم على مين؟ على الخط بتاع الكاميرا. كل اللي هعمله هدوس مسطره مرتين اتنين بس، واروح حاسب في البوكس، تفاجئ ان الكتابه كما انزل على الخط. وصلت؟ اتفقنا؟ ماشي. طيب تعالوا بقى نكمل. انا بقى افرض كان عندي فيه خط كده، يعني ده كده عباره عن خط تسليح كاميرا والتفريغ الحديد بتاعها، سيخ مكسح بالمنظر ده كده. حلو الكلام. الراجل عايز يعرف السيخ ده طوله كام عشان الحداد يقطعه بقى ويبدا ايه يشتغل. ما هو السيخ مش بيجي متكسح، السيخ بيجي مستقيم، الحداد عايز يقطعه يشتغله، يعرف طوله كام ازاي؟ هيبدا بقى يحسب طول كل جزء فيه، صح؟ ده انت فاضي. امال ايه الحل؟ قال لك لا، انا عايز اجمع السيخ ده كله كحته واحده. في ناس بتروح عامله مين؟ بولي لاين، وروح عامل بولي لاين وماشي على السيخ، يبقى كده ماشي حته واحده. في امر تاني افضل بكتير من البولي لاين اسمه بقى مين؟ بي ايديت. امر اسمه ايه يا جماعه؟ بي ايديت، اللي هو ده. اروح انا داخل على الشاشه تاني اهو معاك، اهو ركزوا معايا. اروح قايل له بي اي ومسطره. اختصاره بي ايديت يا جماعه واختصاره بي اي. حلو الكلام؟ هو خط واحد ولا مجموعه خطوط؟ يبقى مجموعه خطوط، يبقى شايف هنا ملتب. يبقى انا عملت ايه تاني معلش؟ بي اي مسطره وبعدين ام مسطره. سيلكت اوبجكت، فين الاوبجكتس؟ اهي. صح كده؟ مسطره تاني. مسطره تاني. وانت بقى عايز تجمعهم ولا تقفلهم ولا لا، انا عايز اجمعهم كجوين. اروح قايل له مين؟ جي. واروح داس مين؟ مسطره. واروح ضاغط على الشاشه اي ضغط اي مسافه مره كده واحده، واحده مسطره مرتين. اجي ابص على الخط بقى حته واحده. اعيده تاني لو سمحت. كنترول زد. هعمل ايه تاني يا جماعه معلش؟ بي اي مسطره، ام مسطره، هروح مختاره وبعدين ادوس مسطره، مسطره تاني، جي مسطره، واعمل اي مسافه على الشاشه مسطره تاني. اجي اختاره بقى حته واحده. عايز اعرف طوله بقى هعرفه منين؟ ليست. ما احنا قلنا ليست ده بيجيب بروبرتي بتاعت اي حاجه، زي ما كنا جبنا بيه التكست من شويه. قال لك الطول بتاعه كام هنا اللينس؟ 5 متر 35 سنتي. وضحت؟ ميزه ده كمان في ايه؟ عايز انقل ده من مكان للتاني، بيتنقل حته واحده، مش الجنش تلاقيه في حته والسيخ في حته والميله في حته. صح؟ معايا مش معايا؟ ده بالنسبه للاوردر ده. طيب في بقى حاجه تانية؟ اه في طبعا. ما تيجي نبص مع بعض على حته مهمه. ايه هي يا فندم؟ ايه رايكم يا باشمهندسين لو حطيت خطوط بالمنظر ده كده؟ دي مجموعه خطوط كتيره كده. عايز اعرف عدد الخطوط دي كام؟ مش ده وارد ان يطلب منك؟ هعدهم ازاي؟ قال لك على طول ليست. اختارهم اهم يا باشا، والله انا معاك، ودوس ليست. فين العدد بتاعهم؟ قال لك 16 واحده فاوند اهم. بس ده عمل كده لان دول 16 خط. لا انا عايز حاجه افضل من كده، لان ممكن يكون معاك بقى ريكتانجولار، ممكن يكون معاك سيركلر وحاجات زي كده مش هيعرف يجيبهم. عايز بقى حاجه افضل من كده. ايه هي؟ ان انا هختار دي كده. شايفين شريط سنابز اللي تحت ده؟ فين حاجه اسمها مين؟ كويك بروبرتيز، صح؟ اروح ضغط على كويك بروبرتيز دي واروح قايل له مين؟ مش اكتر من كده. قال لي كام خط؟ 16. يبقى كده جبت عددهم. طب لا ده افرض بقى كان معاك كمان مين؟ مستطيلات. انتوا معايا؟ وكان في دوائر. اتفضل يا فندم. حلو الكلام؟ عايز اعرف دول عددهم كام؟ هروح مختارهم تاني. طبعا انا فاتح الكويك بروبرتيز بتاعتي اهي، اختارهم تاني كده. قال لك الاول كام؟ بس استنى افتحها بقى. ده منهم 16. 16 لاينز 4 سيركل 4 بولي لاين. شفت بقى الميزه في ايه؟ ده بستخدمه في ايه بقى؟ ده كده هو ده ايه؟ ده كروس سيكشن للكور، تسليح الكور. لما اجي دلوقتي انا حاطط مع كل سيخ في الكور خط عشان اقول له ان عدد الاسياخ كلها كام سيخ في المنطقه دي؟ 29 سيخ. عايز اعد الاسياخ دي كام؟ عشان احط عددهم. هعمل ايه؟
كل اللي هعمله اضغط كويك بروبرتيز من تحت واروح مختار مين الخطوط اللي فوق دي بس مش اكتر. هو اوتوماتيك قال لك كام خط؟ 29 لاين. امر زي كده بتمنه في الشوب دروم لما يكون عندك لونجيتودنال سيكشن موزع فيه الكنات وعايز تعرف عدد الكنات كلها كام، يبقى هي بس كليكايه على كويك بروبرتيز وتروح تضغط على مين الكنات اوتوماتيك يجيب لك العدد بكام مباشره. واضح كلامي ولا انا ماشي مع نفسي؟ طب كلام جميل. طيب تعالى نكمل ونشوف ايه تاني ممكن يعيننا برضو في الكلام ده. بص يا باشمهندس، ايه رايك لو قلنا احنا عندنا خط كده وخط كده، معلش انا هحط في كويك بروبرتيز دي، واجي هنا رحت عامل مين مستطيل كده، عايز امسك المستطيل. طبعا الامر هقوله دلوقتي ده بقى غمر في امر في غايه الاهميه عشان لما اجي اشتغل على الكتاب ان شاء الله استخدمه في الكتاب كتير قوي. لما اجي امسك مستطيل زي كده يا جماعه عايز امسكه من انترسكشن الدياجونالز، يعني منين بالظبط؟ من النقطه دي كده اللي انا واقف فيها دي. حلو الكلام. عايز اركبه على الميد بوينت ما بين الدياجونال ما بين النقطه دي والنقطه دي، يعني من الاخر عايز اعمل كده بس ده هعمله يعني مانوال. عايز اخد دي كده موف واركبها هنا تركب معايا فين؟ هنا كده. حلو الكلام. بس الطريقه غير دي، بطريقه غير دي ان انا اعمل الخطوط دي. هتعمل ايه بقى يا فندم؟ هتروح جاي عامل موف ومسطره. عندك اعتراض؟ اختاره. مسطره تاني، شيفت مع كليك يمين في نفس الوقت، شيفت مع كليك يمين في نفس الوقت. انت معايا كده؟ في هنا حاجه اسمها مين؟ ميد بتوين تو بوينتس. اروح مختار دي، اروح مختار النقطه دي والنقطه دي، راح ماسكه منين؟ من المنتصف. عايز اركبه فين؟ ما بين دي وبين دي، شيفت كليك يمين، ميد بتوين تو بوينتس، النقطه دي والنقطه دي، اوتوماتيك كليك في النص. هيفيدني بقى بتمنه ده بقى فين في الكتاب بقى. معايا وضحت خلاص؟ طيب اتفهم ده؟ كلام جميل. طب في ايه تاني؟ لا ده في حاجات تانية كتير. ركزوا معايا بقى لو سمحتوا. لو انا عندي خط كده وليكن، دي مجموعة خطوط اهي، انتوا معايا كده؟ وفي خط كده اهو راسي، وهاخد الخط ده اكرره كذا مرة. عايز يا جماعه مجرد ما اختار الخط ده يختار مع اللي بيقطعوه، يعني عايز الكلام ده كده يحصل. انتوا مركزين معايا؟ يعني مجرد ما اختار الراسي يختار كل الافق اللي بيقطع الراسي ده. اعملها ازاي؟ باشمهندس المحترم قال لك بص بص، ما احنا مصريين بقى، بص ولا سحر ولا غيره اهو يا ولد. الله عليك. لا انا مش عايز كده، انا مش عايز كده، انا عايزك تضغط لي بس على الخط ده كده ضغطه واحده على الخط ده يختاروا باللي معاه. سيبك من الشغل بتاعك ده خلاص. الامر ده اسمه ايه بقى؟ الامر ده عندنا يعتبر امر مهم جدا برضو، اسمه فاست سيليكشن، اختصاره اف اس. بنعمله ازاي الفاست سيليكشن ده بقى يا فندم؟ اختصاره اف اس. حلو الكلام. دوست اف اس وحده مسطره، انا عايز انهي خط؟ مجرد بس ما اضغط عليه كده كليكايه واحده جاب اللي معاه على طول. وضحت؟ طب هو كده حاليا اتشغل مين؟ جاب لي الخط باللي بيقطعه بس. طب الرئيسيين الباقيين دول بيقطعوا اللي بيقطعوه، مش كده ولا انا غلطان؟ طب لو عايز اجيبهم هم كمان في الاعتبار، يبقى انا كده عايز اعمل ايه؟ اجيب الخط باللي بيقطعه، باللي بيقطع اللي بيقطعه او اللي جاب ابوه. هتجيبها ازاي بقى دي يا باشا؟ بص معايا، صل على النبي. وانت بتدوس اف اس يا جماعه، في هنا حاجه اسمها اف اس ايه؟ مود، شايفينها؟ اللي انا عليها بالمؤشر دي، مكتوبه اوف ولا اون؟ اوف. طول ما هي اوف هيجيب الخط باللي بيقطعه بس. طب لو انت عملتها اون هيجيب الجريد كامله. طب ما تيجي نشوف، اروح عامل اف اس مود اكتبه كاوردر لوحده. حلو الكلام؟ وبدل ما كانت اوف اخليها مين؟ اون. ارجع بقى دوس اف اس ودوس مسطره، واضغط على اي خط فيهم. جاب الجريد كلها. انا شخصيا استفدت بيه في ايه بقى؟ استفدت بيه لو انا عندي جدول زي كده، مش ده جدول تسليح كاميرات؟ عايز اخد الجدول ده من غير الكتابه اللي جوه، الاطار بس. رحت عامل اف اس مود مالها؟ اون. رحت ضاغط اف اس، رحت ضاغط على اي خط فيهم،
رحت قايل له كابي، اداني الاطار كله من غير ولا كتابه جوه. ايه رايك في الامر ده؟ شغل عفاريت صح؟ طب حلو، كمل معايا يا ريس. طيب ايه رايك لو قلت لك ان انا عندي هعمل وليكن دايره كده جوه المستطيل ده؟ حلو الكلام؟ عايز اعمل ترم تلقائي لكل الخطوط اللي جوه الدايره دي. مش دايره كده فيها خطوط؟ عايز اعمل ترم الخطوط دي. قال لك انت جيت في ملعبي. ايه ملعبك يا باشا؟ ترم تي ار مسطره مرتين. ويروح يعمل ايه بقى؟ بص يقعد يقطع كده. بص لا ده مش هيعجبني يا ريس. الكلام ده ما اكلش عيش. انا عايز كليكايه واحده جوه الدايره تقطع خطوط بالكامل. الامر بتاعك العادي اسمه ايه؟ ترم. الادفانسد منه اي اكس ترم. الادفانسد منه اسمه ايه يا جماعه؟ كل اللي هعمله هعمل اي اكس ترم. طلع الامر اهو اي اكس ترم. طلب منك تحت ايه اول حاجه؟ الكاتنج ايدج. قريته معايا؟ الكاتنج ايدج اللي هي مين؟ اروح مختار الدايره. بعد كده طالب منك مين؟ السايد اللي هيعمل بيه الترم. انت عايزه جوه ولا بره؟ بس يبقى هتاخد جوه بس الدايره كليكايه واحده شمال. بس كل سنه وانت طيب. فهمتوا حاجه؟ راح عامل ترم لكل اللي جواها. وضحت؟ طيب ركزوا معايا بقى. ارجع على الخط اللي كنت عامله من شويه اللي هو المكسح، مش هو ده كده يا جماعه؟ كلام جميل. ايه رايكم لو جيت على الخط ده كده وفجرته؟ الخط ده عايز اعمله برده جزء واحد عن طريق حاجه ثانيه غير البولي لاين، وعن طريق حاجه ثانيه غير الايه؟ البي اديت. ان انا اعمله بلوك. هعمله بلوك ازاي؟ بص يا فندم، هتروح مختار المجموعه على بعضها كده ومتفجر، واروح قايل له مين؟ كنترول اكس. كنترول اكس يعني ايه يا جماعه؟ كات. في اي حته في اي مكان كنترول اكس كات، كنترول سي كابي، كنترول في بيست صح؟ عايز بقى اعمل له بيست بقى، هروح اعمل له بيست ازاي؟ مش كنترول في، كنترول شيفت في، ثلاثه مع بعض. راح منزله لي كده. اجي امسكه بقى حته واحده بلوك. بس المشكله في ايه؟ بلوك بس لو عملت ليست مش هتعرف تجيب طوله. ودي مشكلته لما بتعمل بلوك. واضح كلامي ولا ما واضحش؟ يبقى معنى كده لو عايز تجيب طوله وتظبطه لازم تعمله بي اديت يا اما جوين. واضح كلامي ايه؟ طيب ركزوا معايا بقى بالله عليكم. مش ده بلوك؟ عايز اختار الخط اللي تحت ده من البلوك من غير ما افجر البلوك، اخده كابي من غير ما افجر البلوك. هتعملها ازاي؟ هروح مفجر البلوك يا باشمهندس واخد الخط وارجع اعمله بلوك تاني. يا سلام عليك. برضه الكلام ده انا مش عايزه. الامر الكابي العادي اسمه ايه؟ كابي صح؟ الادفانسد بتاعه ان كابي. الادفانسد بتاعه اسمه ايه يا جماعه؟ ان كابي. ده بيستخدم في ايه؟ بياخد جزء من البلوك كابي بدون ما يفجر البلوك. يعني انا كتبت معاك اهو، ركزوا معايا، ان كابي. حلو الكلام؟ دوست مسطره. رحت جاي مختار بص الخط ده بس، دوست عليه. حداث مسطره ونازل بالخط ده تحت. ارجع بص البلوك حته واحده. وخدت منه حته صغيره انا عايزها. الحاجات دي ممكن يتمنظر بيها على اي حد، خلي بالك. تاني. هو مش ده كده بلوك يا جماعه؟ صح؟ كلام جميل. عايز ياخد الخط اللي تحت ده بس من البلوك لوحده، كابي. هروح اعمل ان كابي مش اكتر، اهو اسمه ان كابي. واروح داس مسطره. واروح مختار الحاجه اللي انا عايزها، عايز ده مثلا وده وده يا سيدي. حلو كده؟ اروح داس مسطره واخدهم تحت. اتاخدوا تحت كاجزاء منفصله ولا زال البلوك فوق حته واحده. لو هو خط واحد على بعضه عملت اللي كابي خدت منه هياخد اللي انت عايزه منه. بس ده ايه اذا كان بلوك؟ بلوك مش لا 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 ثواني يا ريس، تعال لي هنا اهو. مش ده عمود؟ مش الهاتش في حته والقطاع في حته؟ ايه رايك لو عملناهم بلوك؟ هروح اعملهم بلوك ازاي؟ بلوك اهو اي حاجه كونفيرت بلوك. اوكي دول بقوا حته واحده بلوك. عايز اخد الهاتش بس ان كابي، واروح مختار الهاتش، واروح داس مسطره جاب لي الهاتش بره اهو، انما القطاع لا زال ماله بلوك يا ريس. وصلت؟ قصدي لو خط عادي عامله كده مثلا عايز اخد حته منه. ما هو ده اللي احنا عملناه، ما احنا خدنا حته منه. قصدي لاين ستريت، خط على بعضه، خط على بعضه يعني موصول ببعضه عادي. ما هو ده كان موصول ببعضه يا باشمهندس. هو ده يعني ما ده انا عملت منه اهو، ما انا خدت منه اللي انا عايزه. بص يا فندم، ان كابي اهي. خليك على الجهاز التاني. ان كابي اهي، حلو الكلام؟ اخترت دي بي دي بس، مش ده اللي انت قصدك عليه؟
دوست مسطره طلعوا معايا بره هم، والخط زي ما هو جوه. اتفقنا خلاص؟ وضحت دي؟ طيب كلام جميل. ارجع بيكوا تاني بقى جوه الموضوع. باشمهندسين، التكست دي كده باظت لان دي كانت معموله بالستاندرد، كانت معموله فردانا، هرجع اظبطها تاني. فورمات تكست ستايل، خليها تاني فردانا اهي. لايس كارنت كلوز. الكلمه دي مكتوبه بالمنظر ده كده صح؟ في بعض الاوقات بنبقى احنا طبعا نعم احنا اقوياء جدا في الانجليش انا عارف، بس يعني ممكن نغلط برضه صح؟ يعني مش قول انجليش قول ذا تايم يعني. طيب بص معايا بقى ركز، ممكن اكون كاتب الجمله غلط فبطبع اللوحه يبقى شكلي وحش قوي وانا عامل فيها كلمات مكتوبه بالانجليش غلط. الوورد بيعمل ايه؟ لو الكلمه غلط بيحط لك تحتها خط احمر ويدي لك المرادفات الصح بتاعها ايه؟ صح الكلام؟ نفس الحكايه هنا في الاوتوكاد. بيعمل بيعمل تشيك سبيلنج. تيجي نشوفها مع بعض؟ الكلمه دي مظبوطه، خلي بالك انا هغير فيها شويه حاجات بس. دبل كليك عليها، هخلي دي مثلا وليكن هنا مثلا هنا ايه؟ هنقول له جي جي وليكن اي حاجه. ودي مثلا هنضيف لها اي تاني، ودي هنا مثلا نضيف لها مين؟ سي اف اي حاجه، كده انا عارف ان الداتا ضايعين. صح كده؟ كل اللي هعمله هختار الكتابه مش اكتر. وهقول له اس بي. اس بي دي اختصار تشيك سبيلنج. واحداث مسطره. قال لك تعالى لي بقى يا معلم. الاولانيه دي معلم عليها ايه؟ غلط. الصح بتاعها ايه؟ واحده من دول. ما تجيش بقى انت بقى يعني واد فز بقى تروح قايل لي استكشرلايز يا سيدي. طب ما انت غلطان من الاول اصلا. معايا؟ فاهمين قصدي ايه؟ هو ادالك هنا السجستشن بتاعه عباره عن مين؟ الاقتراح بتاعه ايه؟ استكشر. خلاص انت عايزها كده اوكي، تقول له مين؟ تشينج اول. راح مغيرها. بص اتصلحت تحت اهي. بيني دي غلط. الحل بتاعها بقى واحده منين؟ من هنا دول. انا عايزها بقى مش بنس اللي هو عامل، عايزها مين؟ بن. راح حطها لي فوق تشينج اول. فهمتوا حاجه؟ اجي على اللي بعدها اساين من دي غلط، الصح بتاعها دي، اروح قايل له تشينج اول. خلص سبيلنج تشيك كومبليت، جملتك مظبوطه يا باشمهندس. كلوز كلوز. في نقطه بقى حته مهمه في دي، ايه هي؟ لو جيت تبص وانت بتختار الكتابه عامل تحتها خط، ومن الواضح ان الخط مش منفصل عن الكتابه، ده الخط والكتابه حته واحده. تاني اهو انا بختار الكتابه ماليش دعوه بالخط، الاثنين مع بعض حته واحده. الله ده هو عامل خط وعامل كتاب وبعدين عملهم بلوك. لا 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 لا، ركز معايا. في كود بيتكتب قبل الكتابه لو عملت بيحط لك تحتها خط. الكود ده ايه؟ مش دي مش تحتها خط اهي يا جماعه؟ تعال نجرب فيها. الكود ده عندي عباره عن بيرسنت بيرسنت يو. بيرسنت بيرسنت ايه يا جماعه؟ بيرسنت اللي هي شيفت 5. لو دوست اوكي حط تحتها خط من قلب الكتابه. انتوا معايا؟ فهمت انا قصدي ايه؟ كلام جميل. يبقى في بعض الاكواد ممكن برضه تستعين بيها. عندك الكلام ده بقى، انا حاطط لك شويه حروف محترمه جدا موجوده. فين الحروف دي بقى في المذكره عندك؟ في الصفحه دي. صفحه كام بقى؟ الله اعلم. اهي الصفحه دي اخر صفحه في الجزء الاولاني. 25 هي الصفحه دي. لو عايز تعمل فاي شرطتين، شرطه واحده لها ثلاث اشكال، مش تيجي تعمل لي دايره وجواها خطين، هنستعبط. انا عايز مكتبه صح. معايا يا جماعه؟ طيب ايه رايكم بقى في الجزئيه اللي هقولها دي؟ الباشمهندس المحترم جايه له الكتابه كلها معموله كابيتال. هو اصلا ما بيعرفش يقرا سمول، هيروح يقرا كابيتال صح؟ فاحنا طبعا دايما رؤيتنا كعين بالنسبه للكابيتال بتبقى صعبه شويه. انما السمول بتجيب الكلمه في ثواني مش كده؟ عايز انا بقى احول الجمله من كابيتال لسمول او من سمول لكابيتال. المحترم قال لك سهله قوي. هتعمل ايه؟ قال لك هاخدها اكتبها تاني من اول وجديد سمول. هي دي النيل. برضه له حلول كلها. حل ايه بقى؟ عايز احول دي من سمول لكابيتال او من كابيتال لسمول، هعمل ايه؟ امر جميل قوي عندنا اسمه تي كيس. حلو الكلام؟ اسمه ايه يا جماعه؟ روح ضاغط تي كيس ودايس مين؟ مسطره. اسف اخترت الكتابه، روح دايس مسطره. اداني هنا الشكل ده. كل شكل مكتوبه بيه الكلمه هنا معناه ده الشكل اللي هيظهر بره. يعني لو دوست على ابر كيس دي انت متوقع ايه اللي هيحصل؟ كله كابيتال. فهمتوا حاجه؟ ارجع لور كيس كله سمول. ارجع تايتل كل حرف من كل كلمه مين؟
كابيتال ما عدا الباقي جوه الكلمه مالها سمول توجل هيعكس هيدي اول حرف هو اللي سمول وباقي الكلمه كابيتال بس في الاولانيه بيعمل مين اولانيه مين كابيتال هنا بص شوف دي اهي ركزوا ده عامل حصل فيها ايه كلام جميل ارجع انا ممكن اخليها مين سمول تاني واقول له اوكي يبقى ده حته مهمه تخلي بالك منها طيب عندكم مشكله خطيره في الكتابه بتلاقي الحرف مره الالف جاتش مظبوطه النون في الاخر ما طلعتش نون صريحه كانها نون شبكه مش صح الكلام ده طب ايه رايكم اللي حل لكم المشكله دي بص يا باشا ايه رايك لو خدت كتابه زي كده زي ما انا بحب اكتبها دايما بنكتب كلمه سبحان الله وبحمده ما تجيش تقول لي بكتب انجليزي وبكتب عربي سبحان الله العظيم حلو الكلام الكلمه طلعت ازاي ال هي مش مظبوطه الالف مش مظبوطه النون مش مظبوطه صح عايز اعدلها اعدلها ازاي ولا شفت ولا غير ولا ريس انزل بالجديد صح في حاجه اسمها الليسب اتفقت معاكم عليها المره اللي فاتت صح الليسب ده عباره عن اوردر بيركب على الاوتوكاد كما لو كان حاجه بالفيجوال بيزك معموله تنزل كما لو كانت اوردر على الاوتوكاد نفسه الليسب ده معانا النهارده اسمه سي تي ده متخصص في تصحيح الكتابه بشغله ازاي الليسب ده بقى على الجهاز بروح جاي من قائمه تولز اختار حاجه اسمها لود مين لود ابلكيشن يبقى عشان اشغل اي ليسب تولز ها لود مين لود ابلكيشن الليسب عندي اهو موجود طبعا بجيبه من مكان انا ضايفه في حصه المجموعه اللي قبلكم فمكانه كان هنا اسمه ايه هو سي تي اروح ضاغط له مين لود قال لي تحت ماله اقرا سكسسفولي لودد كلوز كده اتحمل الاسم اختصاره عندك سي تي بدخله ازاي بقى تولز لود ابلكيشن ابدا من هنا اعمل براوزنج وادور عليه في مكانه بص لي هنا اهو براوز ادور عليه في مكانه فين حلو الكلام لقيته طلع معايا في الاخر اهو رحت ضاغط عليه هنا قايل له مين ضغطت عليه وقلت له لود قال لي ماله سكسسفولي لودد رحت قايل له كلوز كل اللي هتعمله هم حركتين اتنين بس تكتب سي تي مسطره اختار الكتابه شكرا جزاك الله كل خير مش جنب الكلام ده بقى صح لا خلاص انسى بس مشكلته في الحاء لما تبقى في اخر الكلمه حاء بس بتبقى في اخر الكلمه منها زائد وناقص تبقى تصلحها بايدك دي سهله تاني ما فيهاش مشكله فاهمين معايا انا قصدي ايه يبقى ده كده ظبط لك مين يبقى ده بص كما انزل الكتابه واضح كلامي ولا ما واضحش طيب تعالى نرجع تاني على الشغل بتاعنا باش مهندس محترم جيت تعمل اللوحه على اللوحه دي بس مؤقت لما تيجي تفتح لوحه جديده انت تسيبه تفتحه تاني تحمله تاني من اول وجديد دي طريقه التحميل المؤقت اللي احنا عملناها ارجع تاني بص خش معايا جوه اللود دي بيحمله مؤقت طب لو انت عايز تحمله على الجهاز ككل عن طريق الكونتنتس الشنطه اللي تحت بس في الغالب من تحت ما بيشتغلش لان النسخه بتاعتنا مش نسخة أصلية نسخة إيه؟ من ورا الباب صح كده؟ فبالتالي مش هيشتغل معاك في الغالب ما بيشتغلش خليك دايما لو احتجته لود وابدأ حمله واشتغل بيه اتفقنا خلاص؟ طيب خد بقى الحتة دي شغل عفاريت شوية بقى من الأول كان شغل عفاريت بس خلينا في دي عفاريت قوي بقى دلوقتي المالك الأونر بتاعك حبك تبعت له اللوحة الإنشائي أوتوكاد ماشي يا سيدي فين بقى فلوسي؟ يا عم هديهم لك يا عم انت مستعجل على ايه؟ فاهم معايا قصدي ايه؟ طيب افرض خد اللوح صدقني والله ما هتاخد ولا مليم فك وكل سنه وانت طيب طب عشان تربطه بقى هتبعت له لوحه مثلا زي لوح مين الاسقف دي عايز ابعت له اللوحه ناقصه حاجه ما ينفعش ينفذ من غيرها جدول الكاميرات وانت لو بعت له اللوحه بالتسليح والكلام ده كله ما هو مصلحه زي الفل طب انت كاتب له هنا كف واحد وكف ثلاثه تسليحهم فين؟ ما هو مش عارفهم صح الكلام؟ يبقى ممكن ابعت له اللوحه من غير جدول الكاميرات. هحذف جدول الكاميرات من اللوحه؟ لا. طب هحطه في جوه لير مقفوله؟ لا. الله. هخفيه بس بشكل ولا واحده من الاثنين دول. خليه بلون ابيض. لا. برضه لا، كل الكلام ده لا، كل الكلام ده هيعرف يوصل له هو في الاخر. طب عشان ما يعرفش يوصل له. كل اللي هتعمله معاليك رايت كليك على الشاشه. اوردر عندنا اسمه مين؟ ايزوليت. حاجه اسمها مين؟ ايزوليت اوبجكتس حلو الكلام في هنا حاجه اسمها مين هايد اوبجكت اخفي لي الاوبجكت رحت ضاغط على دي
ومختار ده. بص بقى شوف الفجر بتاعي بقى، رحت مختار الجدول كده بس حذف وسبت له جدول الكاميرات. هو بقى عيني واخد اللوحه لازم يرجع لك تاني. هيعمل ايه بقى؟ هو كده قدامه مفيش ان هو يتعمل دليل. ليه؟ لان لو فتح فوق هلاقي كل الليرز شغاله، يبقى هو كده ملوش حل غير ان هو مين؟ اتحذف. تيجي بقى اتكلم فيه وانت قاعد معاه بقى تاك فلوسك. بص نشوف العصفوره، جاري كليك يمين لير ايزوليت اند اوبجكت ايزوليشن، روح طلع الجدول في ثانيه على طول. لا يا باشا هيطلع اهو، ثواني بس اهو. ما هو اللي في حضره على الجهاز نعرف يصرفه. فهمت معايا قصدي يا جماعه؟ يبقى ده كده نعم. لا مش فاهم الحته دي، لا يعرفها رايس، محدش يعرفها رايس معايا. فاهمين معايا قصدي ايه؟ دي كده اند اوبجكت مين ايزوليشن. افرض عايز الجدول ده وباقي اللوح كلها تختفي، كليك يمين هقول له مين؟ ايزوليت اوبجكت. اروح مختار مين؟ الجدول ده بما فيه اهو يا سيدي. كده كل اللوح بالكامل اختفت، ما عادش غير الجدول ده بس اللي موجود في اللوحه بالكامل. يبقى معنى كده ويجي يفتح فوق، الله كله شغال، يبقى اتحذفت. ما يعرفش انك مجرد كليكايه بس تقول له اند اوبجكت ايزوليشن رجعت الرؤيه تاني فول فيو كامله بالنسبه لك. لا ما هو خلاص هي بتتقال مرة واحدة بس، هي بتتقال مرة واحدة بس. فهمنا حاجة يا جماعة؟ وضحت دي؟ طيب تمام. طب تعالوا نخش في اللي بعدها بقى. في اللي بعدها عندنا ايه هي؟ لو انا عندي خطين كده يا جماعة، خط كده وخط كده، وعايز الخطين دول يفضلوا دايما متساويين في الطول، يعني لما اجي ازود واحد فيهم او انقصه التاني يزيدوا ينقص تبقى عندي، تعملها ازاي؟ في عندك شاشه فوق اسمها مين؟ بارامتريك. في حاجه اسمها مين؟ جيومتريك. ها كونسترين، كونسترين هعمل له كونسترين، كونسترين ايكوال، اروح ضغط على الخط ده واضغط على الخط ده، شكرا. لما تيجي تاخده بقى وتزوده ايه اللي هيحصل في اللي تحت؟ زاد معاه. طب مش عاجبك تشتغلني اعمل اللي تحت اهو يا سيدي. فاهمين معايا انا قصدي ايه؟ لكن افرض بقى راح واخد ده كده وتناه، يعني اداله زاويه غير اللي كان معمول بيها، ده بقى ماله بقى مين؟ بس الاثنين نفس الطول، بس ما لم يحافظ على شرط مين؟ التوازي. طب انا عايزهم يبقوا متساويين ومتوازيين، ارجع بارامتريك جيومتريك كونسترين بارلل، اروح مختار دي ومختار دي، اختار الخط بقى. بص كده مجرد ما احركه الثاني بيتحرك معاه وبنفس الطول، واضح كلامي؟ طب افرض عايز الغي الكونسترين اصلا ما بينهم، اروح مختار الخطين واطلع فوق اقول له مين؟ بارامتريك ها؟ ديليت كونسترين، حذفه. كده بقى اخد اي واحد حركه في اي اتجاه مش فارقه. طب انا افرض عندي خط كده وخط كده، والخطين دول عمودين على بعض، يعني الزاويه هنا كام؟ 90. عايز تفضل الزاويه دايما ثابته كام؟ 90. هعملها ازاي؟ افرض بقى حبيت احرك ده شمال ويمين، ما هو ده هيفضل في مكانه، لا انا عايز تاني يتحرك بحيث انه يحافظ على زاويه 90 زي ما هي. فهمت انا قصدي ايه؟ تمام. اعملها ازاي؟ بارامتريك جيومتريك كونسترين بيربنديكولار، اروح مختار الخط ده ومختار مين؟ الخط ده، شكرا. بص بقى خد ده حركه، ايه اللي بيحصل في التاني؟ اي نعم مش واصل، يعني بص مع اي نعم التاني مش واصل، بس لو انت عملت له اكستند هيوصل. فهمت معايا قصدي ايه؟ لو جيت قيس الزاويه بقى الجديده مش هينفع تقول غير 90، مش هينفع غير 90. وصلت؟ طب لو انا عندي دايره خط اهو وعندي دايره هنا اهي، وعايز اعمل الخط ده يلامس مين؟ تانجنت الدايره دي، بارامتريك جيومتريك كونسترين تانجنت، اروح واخد دي وواخد دي، تانجنت الدايره على طول مباشره. في حاجات بسيطه لكنها حاجات مهمه قوي. فهمتوا معايا انا قصدي ايه؟ طيب كلام جميل، اتفهمت الجزئيات دي كده يا جماعه؟ اللهم ذكرني ما نسيت. طيب ده بالنسبه لمين؟ لشويه الاوردرز دي، فيها مشكله ولا اتفهمت؟ طيب تمام. بص معايا بقى في الحته الصغيره دي باشمهندس، افرض وانا شغال رحت راسم خطوط كده، رحت جاي حذف دول، رحت جاي مكمل بعدهم شغل تاني، بس اكتشفت اللي انا حذفته ده محتاج ارجعه تاني. سهلة، قول يا جهبس، قول لك كنترول زد، كنترول زد هيعمل ايه؟ هيمسح الشغل اللي اتعمل بعده. لا انا عايز اعمل ايه؟ ارجع اخر حاجة حذفتها
من غير ما اعمل اندو للشغل اللي بعدها. ده اغنيه دي ولا ايه دي؟ صح يا جماعه؟ اعملها ازاي؟ امر غايه في الاهميه. عندنا الامر ده بنسميه مين؟ اوبس، او او بي اس. لو جيت على الشاشه هنا رحت عامل مين؟ او او بي اس. ركز في اللي هيحصل ايه. كل اللي هعمله مسطره بس، راح مرجع اللي كان محذوف من غير ما يمسح الشغل اللي بعده. ما تجيش تقول لي هعمله تاني عشان يجيب لي اللي كان قبله اتحذف. لا، هو بيرجع كم مره؟ مره واحده. وصلت؟ طيب كلام جميل، اتفهمت دي كمان؟ وضح الكلام ده. تعالى بقى نخش في الشغل اللي على مين؟ السبورة عندنا اللي هنشتغل فيه. قبل ما اخش عليه، الامر ده يا جماعه ما شرحتوش من زمان قوي، يمكن فصله من الدورات من زمان. اسمه فايند اند مين؟ ريبليس. امر زي ده بتمنه، بتمنه في ايه؟ في اللوح. باش مهندس، افرض انا عامل الخرطوشه دلوقتي ومظبطها لمين؟ للشغل كله. اسم الراجل هنا كان اسمه ايه؟ اسامه احمد ابراهيم، صح؟ كانت موجوده في جميع اللوح مين؟ اسامه احمد ابراهيم، صح؟ اسامه احمد ابراهيم. افرض عايز اغيرهم باسم واحد جديد وليكن عمر عبد العزيز مثلا، بس عايز لما اغيره هنا يتغير في كل مين؟ في كل اللوح. مش اروح مغير واحده واخدها كابي واروح امسح التانيين واحطها. اعملها ازاي؟ دبل كليك على الكتابه. حلو الكلام؟ هروح قايل له كنترول سي واروح قايل له مين؟ اوكي؟ كليك يمين واروح قايل له مين؟ فايند اند ريبليس. فايند دي كده شايفينها؟ فايند، فايند وات؟ كنترول في. ريبليس ويز، اروح كاتب الاسم بقى اللي انا عايزه. عمر عبد العزيز. فهمتوا حاجه؟ كل اللي هعمله هقول له مين؟ ريبليس. قول. قال لك كام واحده اتغيرت؟ اوكي، دان. بقى دي هنا مالها؟ ورا، ارجع بقى ورا، بص. هنا، هنا. فهمت يا باشا؟ طب ده مثلا مكتبه بس ولا مثلا في عمود انا عايز اكبره؟ تكست. انا ابقى معاك صريح واقفل الحوار في الموضوع. تكست فقط لا غير. معايا؟ طيب تعالوا بقى نتنين على السبوره، عايزين نتكلم في كذا جزء اساسي من الاربعه دول. يمكن الحاجات دي تعتبر اسرار بالنسبه للناس بتوع البلوتر اللي بيطبعوا. دايما بتاع البلوتر ده بيكون في الغالب بيبقوا دبلومات، شغال رسام. تبقى الحاجات دي بالنسبه له، خلي بالك، ايه؟ كنز لا يمكن انه يستغنى عنه او يقول لحد. هنقولهم مع بعض دلوقتي. يبقوا في دماغك برضه لما تيجي تطبع لا قدر الله، واللي قدامك مش عارف يطبع، تتصرف انت ازاي؟ فاهم معايا قصدي ايه؟ اول حاجه عندنا التكست هايت، ارتفاع الكتابه. يعني ارتفاع الكتابه؟ باشمهندس المحترم عمل اللوحه وراح حط الكتابه صغيره على اللوحه وطبع اللوحه. جه يبص الكتابه مش باينه اصلا في الورق. فاهم معايا قصدي ايه؟ يعني الكتابه مش باينه. قال لك بص انا فتحت المره دي بقى. راح جاي تاني مره طبع اللوحه تاني، بس راح عامل الكتابه جواها ازاي؟ بسم الله ما شاء الله كده. يطبع يلاقي الكتابه فيها كاوتش عربيه، يلاقي الكتابه اللي مكتوبه ومكتوبه فوق السيخ اكبر من السيخ نفسه. لا عارف يعمل كده ولا عارف يعمل كده. هو مش فيه في الوورد حاجه اسمها الفونت سايز بتاع الكتابه 10 و8 و12 و14 و16 وهكذا، صح؟ وكل حاجه لها تايتل بتاعها. حلو، نفس الكلام في الكاد والله. في عندنا حاجه في الكاد اسمها مين؟ التكست هايت. التكست هايت ده عباره عن ايه؟ قال لك لو هطبع لوحتي بسكيل 1 ل 100، لو هطبع لوحتي بسكيل 1 ل 100، اكتبوا الكلام ده لو عايزينه بسرعه. لو هطبع لوحتي بسكيل كام؟ 1 ل 100، بعمل التكست هايت بتاعي ما بين 0.25 ل 0.3. يعني اكون عارف التكست هايت بتاعي هيبقى بكام؟ ما بين 0.25 ل بوينت كام؟ ل 0.3. واضح الكلام؟ طب لو هطبع لوحتي بسكيل 1 ل 50، هيبقى التكست هايت بتاعي كام؟ خلي بالك سكيل 1 ل 50 معناها ان اللوحه بعد الطباعه هتتضاعف. يعني كام لو كان بقى ضربت في كام؟ في 2. فمعنى كده لما اجي اطبعها مش هخليها تزيد عن كام؟ 0.15، عشان لما تتضاعف ما تزيدش عن الكام؟ ده من الاصل بتاعك الجاي بتاعك اللي هو كام؟ 0.3. طب يعني ايه 1 ل 50 ويعني ايه 1 ل 100؟ 1 ل 50 1 ل 100 معناها ان انا لما اجي اقيس متر من على اللوحه بعد ما اطبعها، اسف، اقيس سنتي من على اللوحه بعد ما اطبعها، ده يساوي في الطبيعه كام؟ 1 متر. يبقى 1 100 معناها ايه؟ معناها ان المتر في الطبيعه يساوي 10 مللي في اللوح. بالمسطره معناها ان المتر في الطبيعه يساوي 10 مللي فين؟
في اللوحة على مين؟ في المسطرة بتاعتك. طب لو هضرب 51 معناها ان الواحد متر في الطبيعة على المسطرة 2 سنتي يعني 20 متر. فهمنا خلاص؟ طب لو هضرب سكيل واحد كام؟ ل 25 معناها ان الواحد متر في الطبيعة يقابله كام؟ 4 سنتي على مين؟ على اللوح يعني 40 متر. يعني معنى كده الواحد ل 100 معناها ان الواحد متر ب 10 متر. ان الواحد متر ب 20 مللي لو انا كنت سكيل واحد ل 50 لو سكيل واحد ل 25 الواحد متر بكام؟ ب 40 مللي يعني 4 سنتي. واضح الكلام؟ كلام جميل. طب لو هطبع بسكيل واحد ل 25 معناها ان هتضاعف 4 مرات يبقى الرقم ده متقسم على كام؟ 4 يبقى 0.075. طب لو انا هطبع بسكيل واحد ل 200 انا كده طلعت من السوق هنزل يبقى تتعمل بكام؟ 0.6 عشان انت ما تقلش عن كام؟ ما تقلش عن كام ها؟ عن البوينت كام؟ البوينت 6. الكلام ده واضح؟ ده بالنسبه للملخص مين؟ التكست هايت. طب هتعمل ازاي؟ معلش يا جماعه انا هشتغل هنا حوالي 10 دقائق او ربع ساعه وبعد كده هنقل الكلام ده كله كابلكيشن على مين؟ على الجهاز. فاستحملوني بس هنا شويه. طب تمام كلامك صح. خش بعد كده على اللي بعدها اللي هي مين؟ الباندلز. الباندا دي اللي هي عباره عن مين؟ الخرطوشه. الباندا دي اللي هي عباره عن مين؟ يعني ايه خرطوشه؟ يا جماعه الاطار بتاع اللوح ارجع بص على الشاشه. اطار اللوح وده كده مش الاطار اللي فيه اللوحه جوه؟ صح ولا انا غلطان؟ الاطار ده بقى متقسم لايه؟ اللوحه من بره ابعادها من المنظر اللي انت شايفه ده معاليك. في مشكله؟ ده كده اللوحه من بره. قال لك لما اجي اطبع لوحتي لو هطبع بسكيل 51 واحد 100 اتاكد ان ارتفاع اللوحه ما زادش عن كام؟ 90 سنتي. يبقى لو هطبع بسكيل واحد ل 100 ارتفاع اللوحه ما زادش عن كام؟ 90 سنتي. فهمتوا حاجه؟ يبقى لو هطبع بسكيل تاني بقولها اهو لاخر مره بسكيل واحد ل 100 ارتفاع اللوحه ما زادش عن كام؟ 90. طب والطول؟ زي ما انت عايز. ليه بقى؟ بص يا سيدي هو البلوتر اللي بيطبع ده اصلا بيحط فيه لوح؟ ولا هو رول؟ رول. الرول ده عامل زي ايه بالظبط؟ عشان اللي بس اللي عايز يركز معايا قوي. شفتوا فكرة المناديل بتاعت المطبخ؟ المناديل بتاعت المطبخ طلع عليها بطاطس. حلو الكلام؟ هي البكرة دي مش عرضها محدد؟ طب الطول؟ خد زي ما انت عايز. صح الكلام؟ اهو الرول بتاع الراجل اللي بيطبع عليه ارتفاع الرول ده كام؟ 90 سنتي. طب الطول؟ زي ما انت عايز. طيب هو في 90؟ لا هو في 90 سنتي بصراحة وفي 120 بس في الغالب عند الناس العادية كلها ما بتلاقيش غير مين؟ 90. فمعنى كده رايح دماغي دايما واشتغل على الكام؟ 90 واظبط امي. يبقى معنى كده لما اجي اعمل لوحتي وعايز اطبع بسكيل 1 ل 100 يعني 1 ل 100 يعني لما اجي اقيس من على اللوحه السنتي معناها متر. يبقى لازم تكون اللوحه عندي ارتفاعها ما عن كام؟ عن 90 سنتي. طب العرض خد زي ما انت عايز. حلو الكلام؟ طب بالنسبه بقى للحته اللي في الجنب دي بقى الخرطوشه نفسها اللي هي الملاحظات بيكون عرضها كام دي بقى؟ من 14 لكام؟ 16 سنتي. بحط في الجزء اللي فوق الملاحظات واحط في الجزء اللي تحت البيانات. زي ما انت شايف بالظبط قدامك اهو، انا ما رحتش بعيد، المشروع اهو. هي مش دي كده ملاحظات المشروع؟ اللي هو في هذه الملاحظات؟ طب واللي تحت ده ايه؟ مش دي البيانات؟ صح؟ يبقى معنى كده دي الخرطوشه بتاعتي في الجنب. طب بتتعمل ليه 16 سنتي يا جماعه؟ 16 سنتي عشان خاطر 16 سنتي عشان خاطر لما اجي احط الملاحظات يبقى انا الملاحظات كلها كما لو كانت ورقه ايه فور قدامي كده. لكن لو انت عملتها بس على 20 سنتي هيتفاجئ بايه؟ ان الملاحظات الملاحظه جت كده وانت التاني دي كده، ما انت التاني اللي بالتاني اللوحه متنيها على بعضها، جه جزء ورا كل شويه يقعد يعمل كده. صح؟ مجرد ايه بص هنا كالناس اللي قبله. لا انا عايز الملاحظات دايما كلها تظهر لي في مين؟ في وش واحد، كما لو كانت كتابه زي دي كده. في وش واحد. فاهمين معايا قصدي ايه؟ يبقى ده بالنسبه لحته مين؟ الملاحظات. حتى كمان 16 سنتي ليه؟ 16 سنتي مش حاضر لو حبيت احطها في دوسيه ولا في حاجه حط بسهوله. ويكون باين الملاحظات كلها على مين؟ على وش اللوحه. فهمتوا معايا قصدي ايه؟ طب ده لو هيطبع بسكيل كام؟ 1 ل 100. طب لو هيطبع بسكيل 1 ل 50 خد بالك ده هيضاعف يبقى ينفع كده عن كام؟ عن 45 سنتي. والخرطوشه هنا هتبقى عرضها كام؟ 8 سنتي. عشان توصل برضه لكام؟ لل 16. ده لو سكيل كام؟ 1 ل 50. فهمنا حاجه؟ طب الكلام ده حلو. حلو قوي. بس كده السؤال اللي بيطرح في دماغك دلوقتي سؤال ملوش حل. انا معايا المشروع، مش ده مشروع؟ هطبعه 1 ل 50 ولا 1 ل 100؟ مش ده اللي في دماغك دلوقتي؟ حلو الكلام. نحل السؤال ده ازاي؟
هقول لك على حاجه بسيطه. هو انت مش معاك المشروع بتاعك البلان اللي هو الاحمر ده؟ ده البلان اللي هو البرج بتاعي او المساحه بتاعتي. لو لقيت ارتفاع البلان ده اقل من 40 متر معنى كده هطبع بسكيل 51. طب لو 40 متر ومش عندي يا جماعه ابعاد الارض 20 في 30 15 في 40، فاهم معايا قصدي ايه؟ لو لقيت الارتفاع ده البعد الرأسي ده اكبر من 40 متر هطبع بسكيل 100 على طول. اقل من 40 متر هطبع بسكيل كام؟ 51 وانا مستريح. طب افرض طب اقل من 40 وهطبعها 100، اطبعها بس تبقى اللوحه طول كده صغيره جدا، فاهمين معايا قصدي ايه؟ مش هيبان فيها حاجه. لكن كل ما كانت اللوحه الرؤيه الفول فيو بتاعتها كويسه، الريزولوشن كويس، كل ما كانت الرؤيه ممتازه فيها واوضح. فهمت معايا قصدي ايه؟ طيب ما تيجي تشوف المشروع بتاعي ده، تعال هطبعه ايه؟ اروح جاي وانا مغمض اهو، مش ده البلان؟ اخد من اول نقطه ها لحد فين؟ مش ده اللي انا قلته؟ حلو، اطلع بيها بره. كام الدايمنشن دي؟ 27. يا ده انت 51 مستريح. وصلت؟ يبقى معنى كده هيحط الخرطوشه كلها ما تزيدش عن كام؟ عن ال 45 بتاعتي. يبقى السؤال ده اتجاوب. وصلت؟ كلام جميل. تعالى بقى نكمل. طيب عايز اطبع بسكيل. اطبع منين بسكيل؟ انا دلوقتي الراجل اللي هيطبع لي بسكيل ده، تعرف ما بيعرفش يطبع بسكيل. كل اللي بيطبعه هو فيتو بيبر. فيتو بيبر يعني ايه؟ يعني مهما كانت اللوحه بيحطها جوه الورقه. معنى كده لما اجي اقيس بالمسطره مش هينفع. وصلت؟ لما اجي اقيس بالمسطره مش هينفع. انا كنت بقول في ال 100 كنت بقيس بالمسطره ال 10 الملي، اسف، السنتي بكام؟ المتر. لما اقيس ب 51 ال 2 سنتي بكام؟ ب 1 متر وهكذا، صح؟ لا دلوقتي مش هينفع بقى. لانه بطبع حاجه اسمها فيتو بيبر. انا قاعد بطبع بسكيل. قانون السكيل بقى ايه؟ بسكيل اسف الف على مين؟ على السكيل. يبقى كل السكيل ده عباره عن الف على مين يا جماعه؟ على السكيل. يعني ايه؟ يعني اطبع بسكيل 1 ل 100. انتوا معايا كده؟ هروح حاطط الف على مين؟ على 100. 100 على 100 فيها؟ الواحد. 100 على اسف الف على 100 فيها كام؟ 10. يبقى 10 لواحد. يبقى الاوتوكاد لما اجي اطبع عليه بسكيل 1 ل 100 معناها 10 لواحد مش 1 ل 100. ما تجيش تخش جوه الاوتوكاد وتشوف 1 ل 100، هي دي 1 ل 100 غلط. ده حاجة مختلفة كلنا جزئية. انتوا فاهمين معايا قصدي ولا مش فاهمين؟ يبقى معنى كده الجزئية بتاعتي 10 كام؟ طب لو هطبع بسكيل 51 بسكيل كام ها؟ 51 اجيبها منين؟ 51 1000 على كام؟ على 50 فيها؟ على 50 فيها؟ يبقى 20 لواحد. هي 1 ل 100 اه هي ما اسمهاش 1 ل 100 بقى الاوتوكاد. اسمها 10 لواحد. جت منين 10 لواحد؟ جت من 1000، قانون اسمه 1000 على السكيل. يعني 10 لواحد يعني بس واحد. يعني معناها ايه؟ ما انت لو خدت دي ترجمتها بيه هي دي. معناها ان الواحد متر في 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 الطبيعه يساوي على الرسمه كام؟ 10 مللي. طب ما انت لو خدت دي من 20 لواحد معناها ان ال 20 مللي على اللوحه يساوي 1 متر في الطبيعه. صح؟ دي معناها ايه؟ طب 1 × 25؟ 1000 على 25. يبقى 40 لواحد. يعني 4 مللي تمثل مين؟ 40 مللي تمثل مين؟ 1 متر. طب حبه ضربت في دماغه وعمل سكيل متخلف بقى 1 × 23 مثلا اهي 1 × 23 يبقى 1000 على كام؟ 1 × 23. على دي فيها؟ على دي فيها؟ يبقى الكام لواحد؟ صح كده؟ وصلت يا باشمهندس؟ اتفهمت يا جماعه؟ الكلام ده اتفهم؟ طب انا هاخد الكلام ده بقى كده واطلع جاري اترجمه على مين؟ على الجهاز بقى ونشوف هنعمله ازاي. يبقى كده خلاص طلع السبوره ما عدا الاثنين الاخر هم مين؟ سكيل ليست وبين مين؟ والبين اساينمنت. تعالى بقى يا مدير نرجع. احنا كده اتفقنا خلاص ان المشروع بتاعي هيطلع سكيل كام؟ 51. ادي لوحتي اهي، صح كده يا جماعه؟ اطلع جاري اروح اجيب لها مين؟ خرطوشه. اخد دي كده وليكن. شوف انا هركب لك الخرطوشه تحت بايدي. دي خرطوشه كامله اهي. عايز اركب دي على مين؟ على اللوحه دي. هعمل ايه بقى؟ بص معايا، اروح واخد دي مزودها شويه، ما اعرفش السايز قد ايه، هزود دي شويه كده واروح جاي واخدها كده موف من انهي نقطه وليكن من النقطه دي كده واركبها فين؟ بص معايا، شوف ايدي هركبها هنا كده. شكلها كده ها
معقولة؟ لا طب معلش والنبي شد لي دي كده لفوق شوية وركب لي دي كده. فهمتوا حاجة؟ طب ممكن تلاقي دول مالهم؟ يعني أكبر من هايت الورقة بكتير. هروح واخد دول أعمل لهم مين؟ موف لتحت سن أجيبهم هنا. فهمتوا معانا قصدي إيه؟ أبدأ أعمل بقى ستريتش لمين؟ من دي لتحت كده. وأرجع أعمل ستريتش من دي هنا كده أهي لفين يا جماعة؟ لجوه. يبقى انا كده حطيت لوحتي جوه مين؟ خرطوشه. وصلت؟ اتاكد بقى ان ارتفاع الخرطوشه ما زادش عن كام؟ 45، لان انا هطبع حاليا سكيل 1 ل 50. اتاكد ازاي؟ اروح عامل امر ديستانس اختصاره دي اي. دي اي وحده مسطره. عايز اجيب ابعاد اللوحه الاكس والواي يا جماعه من بره، اجيبهم منين؟ هروح مختار نقطتين الدياجونال، النقطه دي والنقطه دي. اروح مدي لك هنا مين؟ الاكس بكام؟ اقرا معايا. الواي الاكس ولا تهمك في شيء، كل اللي يهمك الواي. وعايز اقول لكم على حاجه جميله بقى، لازم لما تيجي تعمل الكلام ده انت عملت دي على اللوحه دي صح، لما اجي اعمل على لوحه السقف اللي جنبها او 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 لازم احافظ ان ارتفاع اللوحه كلها واحده، انما الطول ممكن يختلف. لو ضربت بعينك على المشروع اللي فوق ده، اضرب عينك كده على اللوح، هتلاقي اللوح كلها كارتفاع واحده لكن كطول. دي بقى عشان المنظر الجمالي بتاع اللوحه اللي انت بتطلعها، ما يجيش يمسك لوحه لها قد كده وتاني لقاها دول كده وقد كده وطول كده. فاهم معايا قصدي ايه؟ كل اللوح طول واحد لكن العرض مختلف، تبان معاك شكل شيك قوي. وصلت؟ بتكلم في فنيات بس مش كل الكلام ده تكنيك. مش كل الكلام ده انا بطبع كل لوحه على حده. ما ينفعش ان انت هتجيب لي لوحه منين؟ انت عايز تعملها هتجيب لي لوحه منين؟ وصل الكلام انا قصدي ايه؟ يعني دي كده لوحه مين؟ سقف متكرر مثلا اهي. لما اجي اعمل سقف البدروم هيبقى لوحه لوحدها بحاجاتها بشغلها كله. وصل كلامي ايه يا باشمهندس؟ طيب اكمل يا جماعه. التكست هايت هعرفه ازاي؟ لو وقفت على مش دي كتابه اهي، اقف عليها بس اختارها وقول له ليست ال اي. قال لك الهايت بكام؟ طيب انا كده اجزمت 100% اللوحه دي كام؟ 1 ل 50. ما انا معايا لوحه مش عارف اطبعها بكام؟ مش عارف اطبعها كام؟ فاهمين معنى قصدي ايه؟ اقعد ارفع على طول المشروع عن طريق مين؟ التكست هايت بتاع مين؟ الكتابه. بوينت 14 معنى كده اطبعها كام دي؟ 1 ل 50 وانا مستريح، عشان لما توصل تتضاعف مش هتعدي الكام؟ البوينت 3. صح؟ طيب تعالى نكمل. طب افرض عايز اغير التكست هايت، افرض بقى عايز اعمل الملاحظات ديت ملاحظات لوحه 1 ل 100. هروح واخد دول كده كوبي اهم، مش دي الملاحظات كامله؟ اروح واخدهم كده 1 ل 100. المفروض اللي يحصل يا جماعه؟ يضرب في 2. يبقى اروح اعمل لها كده واقول له سكيل اس سي كام؟ 2. لما اجي اضغط بقى على اي واحده منهم ليست بقت الهايت بكام؟ ما هو طبعا الضعف. صح؟ طب افرض بقى يا محترم يا ذوق عايز تغير التكست هايت بدماغك انت. يعني عايز اخلي مثلا التكست هايت بتاعتي 23 مثلا من 100. انا حر صح؟ اختارها بس واحطها تحت مين؟ كويك بروبرتيز. ادلك الهايت بكام؟ لا انا هقول له بكام؟ 23 يا سيدي. انتر. صغرت بره خلي بالك. عايز تتاكد اختارها وقول له مين؟ ليست. قال لك الهايت بكام؟ طب افرض مش دي بس، عشان في سؤال بيتسال. طب انا عايز اغير دول كلهم. انتوا معايا؟ وانا ضغط كويك بروبرتيز اروح قايل هنا مين؟ وعامل لي فارس من مين؟ الهايت. لا انا هقول له بوينت 2. ايه اللي حصل؟ صغروا كلهم. ما هو باينه قوي. من دول اصغر من دول صح كده؟ يبقى ده لعبه مين؟ التكست هايت. طب لو دخلنا بقى لعبه الطباعه جوه، لعبه مين يا جماعه؟ الطباعه. هطبع ازاي؟ تعالى بقى. الطباعه كنترول بي تقيله او من فايل بلوت. فتح لي دي. حضراتكم متعودين دايما ان دي تبقى بالمنظر ده بس صح؟ لا انا هخليك بروفيشنال في الموضوع ده دلوقتي، بيرفكت في الموضوع ده. ازاي بقى؟ بص يا ريس، اضغطت على دي بس، خلي دي سنتر تو بلوت، خلي لي هنا الطبعه اللي هيطبع بيها دي دبليو جي تو بي دي اف. دي دبليو بي ده تو مين؟ تو بي دي اف. انا اعتبر دلوقتي ان هطبع نفسي في البيت على ورقه اي 4 او ورقه اي 3، او عايز تفصيله مع الاوتوكاد احطها في نوتة حسابيه في الوورد، رسم السلم مثلا وعامل الكروس سيكشنز وحاجات وعايز احطها في الوورد. فاهمين معايا؟ مش كاني بطبع لوحه اصليه. فهخلي نوع الورقه هنا مين؟ A4. تمام. هنا بقى دي البين
دي البين مين؟ assignment التخانات، صح كده؟ كلام جميل. اسف او مين؟ تخانات الخطوط. دول كلهم بيطبعوا الوان ما عدا المونوكروم، دي الوحيده بتطبع مين؟ سيبك من عمر المكتوبه دي، دي حاجات انا عاملها قبل كده، هنعمل زيها دلوقتي. في حاجه اسمها هنا بيبقى مينها؟ المونوكروم. لو ضغطت مونوكروم دي كده هيطبع لك ابيض واسود. طب ما تيجي تختار اللوحه وتوريني، تعال اختار لك لوحه واوريك. اهي يا سيدي، خد اللوحه دي كده واطبعها لي ووريها لي. بس خلي بالكم من حاجه بالله عليك، هو بيطبع هنا مين؟ كابلوت سكيل فيتو بيبر، مفيش سكيل، يعني مهما كانت اللوحه هتخش جوه الورقه. وصلت؟ كلام جميل. اروح اقول هنا مين؟ بريفيو. بص بقى يا ريس، اتفرج بقى على تخانات الخطوط، حاجه تقرف، صح ولا انا غلطان بالله عليكم؟ الخطوط كلها تحس ان كلها تخانات واحده، مش كده؟ طب ايه رايك لو غيرت لك الاساينمنت ده، رحت خليته لك واحد تاني خالص، وليكن زي اللي استعمله مع المجموعه اللي قبلكم، اشيل 15 ده، اروح قايل له يس واقول له هنا مين؟ بريفيو. بص على التخانات بقى يا ريس، ها حاسس بفرق؟ اكيد في فرق، كل حاجه لها تخانه مختلفه. التاني كان كله زي بعضه، يعني لما تقرب قوي في التاني كان كله زي بعضه، لا دلوقتي العمود حاجه، الهاتش حاجه، الخط ده حاجه، ده حاجه، ده كل واحد له السيكنس بتاعه. وضحت يا جماعه ولا ما وضحتش؟ كلام جميل. طب عايز اطبع دي يا جماعه بقى كبي دي، اطبعها ازاي؟ رايت كليك اقول له مين؟ هقول له بلوت، واجي اطبعها في اي مكان عندي هنا اهو على الجهاز واقول له سيف، انطبعت بي دي اف. الميزه بقى لما انطبعت بي دي اف، اتطبعت بي دي اف يا باشمهندس اهي، بس بالايه؟ بالبين اساينمنت. يعني لما تيجي تزوم شويه، كل ما تزوم الريزولوشن بيزيد، مش تلاقي خطوط نغمشت والكتابات باظت دخلت في بعضها، لا مفيش الكلام ده خلاص، انت بتعمل حاجه كما انزل. فهمتوا معايا قصدي ولا ما فهمتوش؟ طب لو عايز اخد دي بقى واوديها مثلا كتفسير على الوورد، هوديها ازاي؟ بس قبل كده، الاوتوكاد لما بيودي للبي دي اف باللايرز، يعني عايز اخفي لير الاكسس واطبع الورقه، انت فهمت قصدي ايه؟ عايز اخفي لير الدايمنشن واطبع الورقه. وصلت؟ يبقى معنى كده بس هنا ايه؟ شو اند دونت شو بس، يعني تظهر يا تخفي، لكن مش تغير، غير دي في الكات. عايز يودي دي يا جماعه وليكن لمين؟ للوورد. هيوديها ازاي؟ في هنا حاجه اسمها في البي دي اف ده سناب شوت، اللي هي الكاميرا دي، بتروح جاي واخد التفصيل اللي انت عايزها اهي، اقطع وانزل، خد دي على بعضها. استنى لما هدي لك علامه الاظهار بس كده، كده خدها. اطلع افتح هناك مين؟ الوورد. كل اللي هعمله رايت كليك اقول له بيست، نزلت في الوورد ونزلت بنفس الريزولوشن البين اساينمنت. بعد ما وديها هنا اطلع جالي كليك يمين عليها مين؟ وورد تكست، ها بيهايند تكست، عشان انقلها في اي مكان زي ما عايز. اكتب بقى حته فوقها حته تحتها، اكتب تحتها دي سقف الدور الكذا ولا سقف الدور براحتي، لا بس بطبع على اي 4. الكلام طب حلو كده، بس انت ضحكت علينا، ضحكت عليك. لا يا باشمهندس، ما انت وريتني بين اساينمنت اللي انت عاملها للناس التانيين، طب احنا عايزين نعمل بين اساينمنت، مش ده اللي في دماغك؟ تعال بقى نتعلم ازاي نعمل بين اساينمنت. تعالى انا حاليا بقى هطبع على اي 4 ولا على لوحه كبيره اي 3 او اسف اي نوت او اي 2؟ اي 4. فانا لما اجي اطبع على الاي 4 بطبع بصراحه على الواحد 100 واقلل عندها شويه كمان، لكن لو هيطبع على لوحه كبيره لازم يطبع على مين؟ يا اما على دي يا اما على دي، ده بتاع بلوتر اللي بيعمل الكلام ده، انتوا معايا؟ طب عشان اطبع بقى واعمل بين اساينمنت لنفسي هعملها ازاي؟ كنترول بي تاني، انتر، اجيب دي كده شويه عشان تبان قدامي كده، حلو الكلام؟ اجي هنا بقى اقول له مين؟ مونوكروم. اخد مونوكروم واقول له اعمل لي فيها مين بقى؟ ايديت، عدل لي فيها. راح فاتحها لي كده اهي، دي الالوان اللي فيها كلها. واضح الكلام؟ انا عايز الالوان دي كلها بقى تاخد تخانه، لا عايز تخانتها بصفر، ما عدا الحاجات اللي بعينها اللي انا عايزها اللي هم مين؟ السبع الوان دول. طب عشان اختار من اول لون لاخر لون هعمل ايه؟ اختارهم بالزوم ما بتجيش، يعني بص حتى لو دوست كنترول ما بيجيبش، واحده واحده. لا انا عايز اختارهم كلهم مره واحده، زرار شيفت مع زرار اند من الكيبورد، شيفت مع اند من الكيبورد، جايبهم لك كلهم. اروح قايل لاين ويت ماله خليه بكام؟ بزيرو. فهمتوا حاجه؟ اطلع بقى امسك المجموعه الحلوه بتاعتي اللي فوق. الميزه بقى ان انا ارتب لك دول كمان طبقا لمين؟ ترتيب الدي، فمريحك قوي. يعني الاحمر هنا كان كام؟ اروح جاي على دي واقول له الاحمر خليه لي بوينت 1، هو ده بتاع بلوتر بيعمل كده. اجي هنا على دي الاصفر ده يبقى مين؟ بوينت، لا خليه بوينت 2 بس، هنقلل شويه عشان دي اي 4.
هنيجي على دي الاخضر تبقى مين؟ بوينت 2 برضو. السيان ده اتقل حاجه بوينت 5، لا هنخليه بوينت وليكن مين؟ بوينت 4. الازرق بتاع الحديد هيبقى مين؟ بوينت 25 وليكن. السيان اسف الموف المجنتا يبقى ايه؟ ده خفيف زي الاحمر يبقى ياخد معايا بوينت 1. الاسود اللي هو الابيض ياخد معاك ده كام بقى؟ بوينت 3، هنخليه بوينت 25 وليكن. طب انا ظبطت دول اعمل ايه بقى في البين اساينمنت؟ ها يا جماعه اغير كده على طول ولا احفظها باسم؟ لا احفظها باسم. اروح قايل له سيف از، ممكن نسميها هنا مين؟ وليكن اس اس 1 اي حاجه. رحت قايل له سيف، قلت له سيف وكلوز. اجي ادور هنا بقى هلاقيها نزلت مع دول، فين هي؟ اس اس 1. اروح مختار دي وقايل له اوكي، واجي هنا اقول له مين؟ دي دبليو جي تو بي دي اف، واقول له هنا مين؟ ويندو. فين اللوحه اللي انا عايزها؟ اللوحه اللي انا عايزها اهي، ولتكن اللوحه دي. انتوا معايا كده؟ بريفيو، وريني بقى يا ريس الشغل اللي انت عملته. اهو يا فندم الشغل اللي انا عملته. شفت البين اساينمنت عامله ازاي؟ التخانات حاجه محترمه. طب انا اوريك اكتر بقى، بص معايا تبان معاك قوي قوي لما تيجي تطبع كروس سيكشنز. سو كروس سيكشنز يعني ايه؟ بص معايا جدول زي ده، وده مش جدول الاسياخ، هطبعهولك. بص بورتري واهو، وتعالى نبص. بص هنا يا فندم، شايف الشكل ده؟ ايه رايك في الشكل ده بالله عليك؟ قطاع من بره تقيل، السيخ جوه خفيف، السيخ بره خفيف. فاهمين معايا انا قصدي ايه؟ ده عشان انا طبعا بين اصلا انت لسه عامل اللي هي اسمها مين؟ اس اس 1 صح؟ طب ايه رايك لو رجعت وحبيت اغم عليك ورحت عاملك مونوكروم؟ اهي اتفرج بقى. ايه رايك في المونوكروم؟ ساحوا على بعض الاثنين صح؟ فهمت بقى فائده البين اساينمنت يا جماعه؟ بين اساينمنت بيديك ريزوليوشن عارف مين؟ في الصوره. طب ارجع معايا تاني معلش لو سمحت، انا بفنش يا جماعه خلاص، كلها خمس دقايق ان شاء الله. طب ارجع بيك تاني بقى على مين؟ ان انا افتح مين؟ ها الاس اس 1 دي، واقول له يس، وارجع اعمل ويندو للوحه موجوده. لوحه زي انهي؟ وليكن اللوحه دي كده على بعضها ايه؟ معلش هات لي لوحه زي دي. ايه حلو الكلام؟ كان كل طباعتي من شويه كانت مالها؟ فيتو بيبر. لا انا هطبع بقى بالسكيل اللي انت قلت عليه على السبوره ده. خلاص شيل العلامه اللي قدام الفيتو بيبر دي، وقول لي بقى ال 10 مللي تمثل كام في الطبيعه؟ 10 متر. وتيجي تقول له بريفيو هيطلع لك شاشه اول مره تظهر لك. قال لك في ايه بقى؟ نوتيشن سكيل ازنت ايكوال تو ذا بلوت سكيل. دو يو ونت تو كونتينيو؟ دي معناها ايه؟ معناها ان الرسمه مش هتبقى جوه الورقه كلها. مش ما هي كده مش جايه معاها. اروح قايل له ماشي كمل وريني كده يا سيدي. هتلاقي بقى ايه اللي حصل. بص 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 اتاكلت نص الرسم، بس الريزولوشن عالي في الصوره. بس لو طبعت دي كده وجيت اقيس دي بالمسطره تطلع 3 سم بالظبط. معايا ولا مش معايا؟ انا بطبع بسكيل كام؟ 1 لـ100. شفت بقى لما بنفهم الموضوع تتفتح الرؤيه بالنسبه لك. ارجع تاني اقول له هنا مين؟ اكزت. واروح قايل له هنا تاني مين؟ طب انا عايزها سكيل 1 لكام؟ انا طبعا طبعا بص انا هطبعها تاني بالطول اهو. بص البورتريه واللاندسكيب اهم. هرجع دي تاني اهو اقول له خليها لي هنا كام بقى؟ 1 لـ50 يعني 20 لكام؟ 1. واروح قايل له بريفيو هتقل اكتر واكتر. ده ما عادش فيه غير الكور اللي باين جوه بس. بس هنا بقى لما اجي اطبع دي كام؟ مش متر؟ لما اقيسها بالمسطره 2 سم. بص يا فندم خلاص اتفقنا؟ يبقى ده بالنسبه لمين؟ لحوار الطباعه دي. اتمنى تكون اتفهمت. طب دي السكيل ليست بتاعته. اللوحه كده برضه معجونه. يعني انا كده هطبعها برضه مش هتظبط. يعني لازم تلف عشان تبقى مظبوطه. لا لفيت شمال يمين اللوحه مش جايه جوه، اللوحه مش جايه جوه الورقه. لان الورقه ايه 4. هو بقى لما يطبع عنده بقى بالسكيلات دي مش بيطبع على ايه 4، بيطبع على ايه نون. اللوحه الكبيره. واللوحه الكبيره عنده ابعادها كام؟ العرض 90 سم، فهتبان معاه بالظبط مظبوط. وصلت؟ افرض بقى ما طلعتش معاه جوه ال 90. معنى كده ان لوحتك عدت 90، يبقى عمره في حياته ما هيطبع لك مين؟ بالسكيل، هيطبع لك فيتو بيبر. جاوب سؤالك؟ طيب مش دي السكيلات اهي يا جماعه؟ حلو الكلام؟ طب انا عايز اعمل سكيل، عايز اعمل سكيل يتحط مع دول جوه كده. انا عامل هنا حاجات اهي يا جماعه، عامل مين؟ اتش 3 وعمر 1 لـ50 وعمر 1 لـ25، مظبطهم لنفسي. عايز اعلمك تعملهم ازاي وتحطهم جوه الجهاز.
دي نقطه. تاني نقطه، اوعى يخطر ببالك ان الواحد لخمسين دي هي الواحد لخمسين، ولا ان الواحد لمية هي الواحد لمية. ده الواحد لمية هي انهي؟ بص عشرة الواحد دي اهي. فهمت بقى الراجل كان بيسأل؟ طب انا اقفل دي كده معلش واطلع. هو انا مش عملت بين اساينمنت اسمها اس اس واحد؟ سي دلوقتي نسخة الويندوز اتشالت، جيت لقيت ان نزلت الاوتوكاد تاني، فكان الديفولت بتاعه نزل على الحاجات بتاعته بس الاساسية. ارجع تاني اعمل بين اساينمنت من اول وجديد. قال لك لا، ممكن تاخد البين اساينمنت دي تحتفظ بيها على الجهاز، بحيث لو حبيت تشغلها على اي جهاز تاني وتطبع بيها تطبع معاك بسهوله. فهمت معانا قصدي ايه؟ اخدها ازاي؟ انا خلاص قدامي خمس دقايق. فايل بلوت مين؟ ستايل مانجر. فايل بلوت ستايل مانجر موجوده هنا اسمها مين؟ اروح واخدها كده كوبي واطلع احطها على مين؟ على الشغل بتاعنا النهارده. اهو يا جماعه كورسز في البي هنا اهو في البي 2 هنحطها هنا نسميها كده اهي. واضح الكلام؟ بس ايه رايكم لو انا غيرت اسمها وليكن خليتها كده، هاجي من هنا اخدها كوبي. افهمني بقى انا هعمل ايه؟ انا كده جوه الجهاز، عايز بقى اركبها على الاوتوكاد. فهمت انا قصدي ايه بقى؟ اركبها على مين؟ هتركبها ازاي؟ فايل بلوت ستايل مانجر تاني. كل اللي هعمله انا راح اقول له هنا مين؟ بيست. راحت نازله معاك بالاسم ده. لو قفلت دي معاليك بقى وجيت عملت كنترول بي وجيت هنا قلت له بريفيوس بلوت، جيت هنا هتلاقيها مالها؟ موجوده. بس ثواني هنقفل دي تاني ونرجع نفتحها تاني من اول وجديد. كنترول بي بريفيوس بلوت نزلت معاك اهي، تطبع بيها عادي خالص وزي الفول. برنت بريفيو وثواني تعمل الشغل بتاعك. طب السكيل ليست بقى اللي احنا عملناه ده اجيبه منين؟ لو جيت من هنا بقى من فورمات حاجه اسمها مين؟ سكيل ليست. عايز دي الليست، دي الليست بتاعته كله اللي جواه. عايز اعمل واحده جديده هسميها اس اس 1 ل 25. حلو الكلام؟ البيبر يونت بكام؟ 40. الدرون 1 صح الكلام؟ اروح قايل له مين؟ اوكي. واروح قايل له اوكي. الاها فين دي؟ كنترول بي تاني. انزل هنا هلقاها موجوده فين؟ اس اس 1 ل 25 وشغاله معاك زي الفل. فرضا بقى يا فندم، فرضا يا فندم انا فاتح مين؟ كذا لوحه. قدرا دلوقتي انا فاتح اكتر من لوحه فوق، شغال في اللوحه دي واللوحه دي والمشروع ده والمشروع ده والمشروع ده. حد ندهني وعايز امشي واقفل الجهاز واقوم. حلو الكلام؟ عايز اقفل الجهاز واقوم صح؟ كنت بتعمل ايه بقى حضرتك؟ تروح عامل كلوز من فوق ويطلب منك سيف وكلوز، سيف وكلوز، سيف وكلوز لكل لوحه صح؟ ده الفاضي اللي بيعمل كده. امال انت بقى هتعمل ايه بقى في الادفانسد؟ هتروح جاي من فوق مين؟ ما هو كده ثلاث لوح مفتوحين اهم، خلي بالكم. ادي لوحه اثنين ثلاثه. كل اللي هعمله راح اقول له هنا مين؟ فايل ها؟ فايل تولز، حاجه اسمها مين؟ سيف اول درونز. سيف كل الرسم المفتوح. سيف وخلص، اما شغال جوه تحت، شغال تحت اهو يا جماعه بسيف. اتفقنا؟ الموضوع بياخد ثواني. هنطلع جري بعد ما يخلص هتروح قايل له مين؟ فاي اكسبريس فايل تولز كلوز اول درونز. الاولانيه، الثانيه، الثالثه كده قفل. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.